الله اكبر. اربعه كل واحد عند الحيط وكل واحد معه شبريه. سحبوا هالشبريات سحبت شبريتي. يا لطيف. ناولت اول واحد هديك المناوله وهالدم يطلع منه، الثاني زدنا من تحت خرطه هذيك الخرطه. يا ساتر. الثاني شو عملت له؟ لفيت وناولته. الله اكبر. الرابع شكيت وناولته. يا عيني عليك. وصار هالدم يا شباب ينفر من صدره النفر. مين مسكني شباب؟ وين اللحمة ولا؟ أهلين برجال. أب صياح أب صياح، وقعت شبريتك على الأرض. لك العقيدة قاعد عم يستناك، وأنت قاعد مع الشباب عم تخرط عليهم شراوي خراوي. أو شرار. يستر على حريماتك. لك أنا ما عندي حريمات ولا لين ستر عليهم. أي أي ترك يا أبو شرار. طول بالك أبو شرار. أبو شرار. ما عليك. شرار. عادوا لك. بعيد عنك ولا؟ بعد عنه. عيد أنت ما دخلك. أنا ما دخلني. لك انا مش شغال ولك عجيني حالك يا شو اصل يا عيني يا شباب يا شباب ما تودوا اللي عندك ايوه 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 شوية حور بدي روح شوفه. ايه شو علي يا بي؟ الله يسلمك عم يا بطاح عم يا بطاح. شبخ خالي زدي خناقة خناقة كبيرة بالحارة. مين ومين؟ تحسين ونصري وابو شومان. يا رب. يا بي دير بالك على الحاصل واجل لي مشوار غوطة مشان نضل فيه. تأمر يا بي. طولوا بعد يا شباب. اخر هيك انا ما بهرب مثل الفيران. لازم كلك جاد فرد مجرم. قلت لكم بعدوا عني هيك احسن لكم. ابو جدعان قلن اني بعدوا عني احسن لكم. لك يا خيي شو بك كده شو صاير لك؟ خلص بعد عنه بعد عنه خيي. بعد هلا بروح معكم على الكراكون. هات هالسيدي هات تقلك هات امشي خدامي امشي. كل واحد على شغله يا خيي. شو بكون كل واحد على شغله. يلا على الكراكون. تحسين مالي فاضي لك هلا. اه يا ندل اه ركوا بوضح تركوا هذا واحد واطي. هاد راحوا على الكراكون مختار. اجت الضابطيه واخذتهم. خلونا نمشي. اي اي بكفي بكفي عمي بكفي. الله لك لا 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 هون هون كثير توجع. طول بالك بقى. اه لا يوفق. طول بالك الله يرضى عليك. لا تبخ لا تبخ لا تبخ توجعني على البخه. يلا عمي الله لا يوفق. يلا طلعوا لنا لبرا طلعوا لنا لبرا خلي ياخذ نفس. كسر ايديك يا ابو شرار. ولا خلص عامل لكم اطلعوا لبرا خلي ياخذ نفس. الله يوفق. الله يوفق. كسر ايديك. بعدوني بدي شوفك. اطلعوا لبرا انا كذبت عن وشها مجنون. شو بدك وياه؟ طلع يا مو تعال. طولي بالك يا اختي شغله بسيطه. طولي بالك. الله يكسر ايدك. ولي علي على الشوفه. وينك يا ابو نصري تجي من ابرك وتشوف منك شو طلع. طيب عمالك يا ابو ولي على امي. عمالك عمالك والله ولا ايام بس مفلت. تفضل شيخ تفضل. يا حضرة الباشا ويش لا في خناقه ولا شيء كنا عم نمزح مزح. إلا الحقيقة للباشا ويش خليهم يربوه. إيه لا ما حلوة مشان عقيدة أبو أدهم. ليش أبو أدهم بيرضى بهالشي؟ صوص قلم؟ أنت شو بيقول كلام غير مفهوم؟ برنجي صباي هذا كلام غير مفهوم. حضرة الباشا ويش عم يقول إنه فيش مشكلات كله تمام. دخيلكم يا الحارة دخيلكم يا ساكن الكراكون دخيلكم. دخيلك يا باشا ويش شو شو عملوا لي باليتيم شوف شوف شوف. آخر هيك فلان آخر هيك خلي حرمة يقرب قلبولي يا حرمة قلبولي قلبولي. حاضر يلا تعا يا أمي. وينك يا أمي مو شايف. تعا تعا أمي تعا. أوف 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 أمان يا ربي أمان. أنت بيقول ما في خلاقات ها؟ هذا فرد في موت هاد في موت. لا بعيد الشر يوم ما عندي غير وسلامة قلبه. مينو ضربك فرد كل هذا ضربات ها؟ مينو هذا فرد الشك؟ نصرة اللحمة. اي اسم الله عليك يا ولدي اسم الله عليك يا من خربة. وين وين نحن؟ أبو شرار الله الله لا يوفقه أبو شرار الله لا يوفقك يا أبو شرار. أبو شرار أنت شو بيقول فرد؟ ما عم يقول شي سيدي ما عم يقول شي. ضبع هيك فضحته. أمان يا ربي أمان هذا فرد لازم حبس مختار أفندم. أمان يا ربي أمان هذا خنجر ممنوعات لازم
والصادرات. وليش بقى كل الناس مع خناجر؟ أب شو ما نخليك على نصطر. أنت بتؤمر مختار مثل ما بدك. إيه حضرة البشاويش، هذا الخنجر خليه عنكم، حلال عليكم. بس هذا القبضاي بدك تترك لي إياه لأني عاوزه. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك يا بشاويش؟ أهلاً فزاراً، أكيد أهلاً فزاراً. تحسين عمل فيك هيك؟ إيه نصرة اللحمة العقيد أبو أدهم على السريع. إيه بعت لي حمل ولا طقع له. ضيعي حصرتي. شوف شوف أبو أدهم ابن عمك شو عمل لي بهاليتيم. شوف خلص حضرة البشاويش، أنت اترك لي الموضوع وأنا بحله بمعرفتي. بس هذا غلط تحسين، لازم تأديب، لازم عقوبات، لازم حبس. إزيدي بس تمسكوا مصاع رقبته. وهذا ولد مختار أفندم بشاويش، هذا ابننا وأنا متكفل فيه. تشيوكو زار أكيد، تشيوكو زار. بكرة بس تفضى مر لعندي على الحاصل، عاوزك شوي. معلوم أفندم معلوم، حضرتنا لازم زيارات حضرتكم. أوه شباش شباش، بركات وسيد. في واحد من الشباب انضربت ايده بالسيف والدم عم ينفر من ايده نفر. يا على انت مين هذا الشاب اللي انضربت ايده لك يا مو؟ ما بعرف، يمكن وضح، وضح ابن عمتي. وضح؟ ايه وضح اكيد هو. يا سلام، أوه سيناي سيناي، مجاري الهلا ونجيب. على قلبك بداسي، على قلبك حبيب قلبي. يا لطيف يا لطيف، شو صار له؟ ماي ماي ماي، شو صار له؟ رايح يروح الرجال بين ايدينا. ماي ماي على الفرن يا ابو لطفي، ضروري انه صحتين يحتك. نار يخرب بيته، لو بيطلع بيده لا ياكل الدنيا كلها. لك شوفوا لحقوه. دحوا دحوا، فجعان من طول عمره فجعان. يا لطيف والله لو ما لطف الله ليروح قتيل القطايف. وحده الله يا جماعه، وحده الله. صلوا على النبي واتركوا الزلمه بهمه يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لك حط من ايدك، ما كفاك اللي صار فيك. خلاص ابن نجيب، حصتك من القطايف تاخذها معك على البيت. الله يخلينا مختار، الله يكرمك سيدي راسي، الله يكرمك والله ما في منك. اي والله ان شاء الله يا رب وقت بيروح على البيت يلاقي اولاده فايقين حتى ياكلوا له اياهم. شو؟ لا سيد راشي لا، اكيد بيكونوا ناموا. شوف اياهم، لا اعوذ بالله. اعطونا شغلنا تاع الدم بس هات ابو جمال. لعيونك خبرتم فوق. ايه الله يرضى عليكم يا شباب، لا تخبروا حدا من الكباريه، ما بدنا ننزع الفرحه على خالي ابو عبدو. لعيونك ابو نور. وضح، خذ السيف وضربني على ايدي، وهي قدام الشباب، دمي مهدور لك. صلي على النبي لك شاهير، شو عم تحكي انت؟ شغله بسيطه. اللهم صلي على النبي، عم بقول لك خذ السيف وجرح ايدي مثل ما جرحتك. لا حول ولا قوه الا بالله. يا شباب، مين في بيناتكم ابو ضايب بيجي يجرحني بايدي مثل ما جرحت وضاح؟ صلي على النبي شاهير. لك مين؟ لا اله الا الله. يا رب يا رب يا جرح حاله. لك اعطونا شيء عشان نشوفه. يا الله يسامحك. الله يسامحك يا ابو فهد، شو عملت بحالك؟ السلام عليكم. خير شاهر؟ جرح وطاح بالسيف. شو الحكي؟ وين والله؟ برا عقيد. لا تجيب سيرة دم الكبارية. أمرك عقيد. يلا على اسمكم يا جماعة. وين يا عقيد؟ شو في عقيد؟ مشوار مشوار صغير. يامو سمعتي صوت العراضة من شوي؟ ايه سمعتها. لمين هالعراضة يامو؟ ما بعرف. شو بكي يامو، في شي؟ ما بعرف، قلبي قامطني، مشغول بالي على اخوكي. يامو انتي موسوسة، شو بده يصير له يعني؟ ما بعرف.
بعرف. على مهلك على مهلك. الله يصلحك يا ابو فهد، لك ليش هيك عملت بحالك؟ مو بايدي لك وضاح، الله وكيلك مو بايدي. لما شفت منظر الدمع ينفر من ايدك ما تحملت. لك انت ابن عمتي، يعني كمان السيف له اهله. واحد لازم تضل عينه على غريمه، مو عين فوق وعين تحت. لا لك صفوان، ما حبيت منك هاي بنوب. وضاح انا بعرفه قد وقدود. لك عم نحرك شو؟ ابن عمتي وبعرف قديش فضاي. حركه شي وضاح. عفاف شو في ابن عمي؟ على السريع سخني لي طنجرة مي صغيرة وجيبي لي رشة ملح بسرعة. مي سخنة وملح مشان شو؟ لك بعدين بحكي لك، مو وقتها، امشي. ايه مين؟ ناصري. مين؟ ناصري شبك يا عمو شبك. لحمة لحمة وين لحمة؟ عقيد أبو أدهم، عقيد أبو أدهم. الله لا يوفقك يا تحسين ويبليك بقتلك وجهك كل من الوجع عند الله يا حق. يا مو ناصري قوم تقبرني كلك شقفة لحمة بتقيتك لك أمي. هدول جيب لك اياهم العقيد ابو ادهم. ضبع ضبع. وين الضبع لك امي؟ نمر. لك امي ما في لا ضبع ولا نمر، انا جنبك ليكني، لا تخاف. ضبع ونمر. يا لقامتي راح الولاد. لك امي ما في شيء ما في شيء، انا جنبك. ايه منيح منيح. اه يا ربي اهلا ويا كله شقفه لحمي له من الصبح على لحم بطنه وليا لقامتي. الله لا يوفقك يا ابو شراب. يا لك ابني انا امك. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. ارتاح يا مرتاح، ارتاح حبيبي، ارتاح ارتاح. يلا يلا يا الله. لا الهي وانت شاهي يا رب. مساء الخير. مساء النور. شو ليش لحالكم؟ وين وضاح؟ ليش وضاح ما كان معك؟ مبلا كان معي لما كنا عند الجماعة ببيت أخوك يا أبو عبدو، بس لما طلعنا طلع هو والشباب وما عاد شفته. قلت لحالي أكيد بيكون سبقني لهون على البيت. قولي على قامتي وين راح الولد؟ شبنا رويدا، شو هي ولد ما ولد؟ ما شاء الله وضاح صار رجال والناس بتحلف شواربه. أنا بالنسبة إلي بضل ولد. دخيلك يا رب وين راح بهالليل؟ يعني وين بده يكون رايح؟ أكيد سهران مع رفقاته الشباب، يمكن بالقهوه، لانه الحكوات اليوم بده يبلش بالتغريبه. يابي بيقولوا تغريبه بني هلال حلوه كتير، جيب لي قصتها خليني اقراها. تكرم عينك سموح، بس شوفي الله يرضى عليكي بجيب لك اياها، لكن بشرط بس تقريها بتقريها لامك. لك شوفوا انا بشو وانتو بشو. لك خلص شو بنا روق لك جساس شو بك. أهلين أبو أدهم. أهلين أبو طه. خير إن شاء الله ما في شيء؟ لا لا خير خير خير. يلا لا أفتح المطافي. لا لا ما في لزوم. وضاح انجرح جهره صغير. شو؟ ما في شيء يا بي، شغلة بسيطة. طمن أبو وضاح، جرح بسيط، أخذته لعندن مني على البيت وصفوان حط له دواء ولف له عن جرح. الله يطمنك. صفوان هلأ راح يوصله لشاهر كمان. شاهر؟ شبو؟ على كل زلمة الله يكون بالعون ويتيم تقوم تضربه قدام كل أهل الحارة. هو صار يتنطط قدامي مثل السعدان، بعدين أنا ضربته كرمالك عقيد. شو؟ كرمالي؟ أنا قلت لك ضربه؟ لكن مو كتر خير أبو شومان اللي خلصهم بين إيديك وجاي تتهجم عليه كمان؟ ما بتعرف إنه أبو شومان ابن عمه لمصري، وإذا جد الجد ما بيسأل عن عشرة مثل حكايتك؟ لا طلع له عقيد، وحياة عيونك ما طلع له. سد بوزك. ما طلع له قال زلمة عامل قيمة إلنا لعائلتنا لعائلة عياش، هلا نتخلى عنك بياكلك أكل. اسمع، بتروح هلا لعند المختار بتعتذر منه وتطلب منه يسامحك، وبوشك على الجامع اللي عند الشيخ نزير. بدك يعني اعتذر من المختار؟ ايه، وبتبوس ايده كمان. فشر، انا ما بعتذر من حدا. لك قليل ادب ولا شايفه هذا اللي عم تقول عنه فشر؟ لك لولا لك كنت هلا بالكراكون وين الجنب اللي عم يجعك. هذا مفضل عليك ولا كل أهل حارتك، دفع من جيبته للظابطية مش ما يمسكوك. نلع يوم تترك الخام بدون ما تقلي أبو وضاح بقدره وقيمته قاعد يستناك أكثر من ساعة وحضرتك ما بينت. وين رحت؟ رحت وين؟ رحت لعند الشيخ نزير مثل ما قلت لي. بعرف أنك رحت لعند الشيخ نزير، وبعرف أنه قالك روح تغسل وتوضى وتعالى عندي مشان أعلمك الصلاة، مو هيك؟
ايه ايه وحضرتك رحت وما عاد رجعت عند الشيخ نزير مو هيك؟ ايه ايه وبغيابك اجا واحد ازعر لهول وسال عنك الخان مو هيك؟ هيك معناتها انت واحد واطي بقى اسمح لك ابن عمي انا ابو الشهر بقدح نار وبحرق الصغار قبل الكبار سكران كمان صبحي دور عقيد خدوه خليه يندفس بالبايكه جوا دير بالك على الخان بغيابي اني لك قوي قلبك تحسين ونزيه لوي قلبك دخيلك يا ابو علي يا ابو الله لا يوفقك يا ابن الحرام الله يخرب بيتك الله يصطفل فيك ينزل عليكم يا مو لا يا مو لو ما اجيتي كان ينزل عليك ان شاء الله بينزل بمنازلهم يا حق ومنخلص منه الهي وانت جاهي امان العتب خلص يا مو خلص ما عاد اطلع فوتوا فوتوا لجوا الله لا يوفقك الله لا يوفقك تجيبي سيرة لأبوك لازم أحكي له لأبو أدهم ولا أحكي له لأم أدهم وهي بتحكي له لا إذا دري أبو أدهم ما رح يتحمل إبي جوزي يروح يذبحه دغري ومنصير نحن السبب أنا وبناتي وننفضح بالحارة ولا جوزي إيه والله بيطلقني أحسن شي روح أحكي للمختار وهو بيلاقي له تصريفي على أهون سبب بس شلون بدي روح بدون علم جوزي على كل حال هلأ ما لحقت روح لعند أم وطاح مشان هنية بسلامة وطاح بس يجي أبو محمد بأمن فيه وبروح لعنده وبحجتها بحكي للمختار وهيك بتكون روحتي عبيت المختار لا مش هون جمال هاد لك أنا بحلم ولا بعلم وليه الله ستر إنه ما شافتني بس شو هاد لا ولا لا ويا ولا لا سمر عيوني غزالة وميلي يا سمراني يولي على قلبي على الصوت أحلى ما صوت الحساسية تحسين لك انت اوطى منه من لما جبتي وجيتي على الحاره ما شفنا منكم الا مصايب لك لو بتطلع لسابع سما اجيبك يا واطي سقلاوية تحسين أخذها وين راح فيها؟ والله يا معلم ما بعرف سألت وين أخذ فرس العقيد ورايح أم قال لي أنت ما دخلك من زمان
من شوي معلم. روح شوف شغلك. روح ماشي. روح. وصلت مواصيلك لحرمتي يا واطي، والله لا اسحب قلبك من بين اضلاعك يا ندل. لك شو جابوا المختار لهون؟ بس ما يكون دري بالقصة. يا فضيحتك يا ابو ادهم. ابو ادهم علي مختار. شوف عقيد، ترى طفح الكيل معي كلمتين ورد غطاهن. الله يرضى عليك، اذا ابن عمك تحسين بشوفه بالحارة بدي افعسه برجلي هدوده. تأمر مختار، اللي بدك اياه بيصير. تفضل لشو. يلا يا مو خفوا رجلكم اوعكم. يا مو شاهر، يا مو نحن رايحين، بدك شيء قبل ما نروح؟ لا يا مو سلامتك. يلا يا مو. وانت وين رايحه؟ رايحه معنا يا مو، والله طق قلبها وهي محبوسه بهالبيت. لا يا مو ما بصير تروح. برضاي عليك يا امي، خليها تروح معنا بس هالمره. يا مو طول ما لها العصمة جوزة ما لها طلع برات هذا البيت، بس تتطلق بأخديها وين ما بدك. يا تقبروني على هالسمعة، شو تتطلق؟ يعني إيش كان جوزة بدي يطلقها أنا بقدر أمنعه يا مو؟ ولا شو بدكم يعني أعمل؟ قلوا لا تطلقها ولا روح ترجع له بشان الله رجعها؟ عال والله. بدنا نمر لعند مادهم لأنه مشان ناخذها معنا. يا عم مادهم ما بتروح، ايه ما بتطلع من بيتها غير لعند اهلها. تقبليني انا اول امبارح شفتها قالت لي اذا بدكم تروحوا لعند بيت ام وضع بدي اروح معكم. يلا يا عم يلا ارخي عن وشك ارخي. شو هاي ما في لزوم؟ انت تري رويدا اعملي فنجان قهوه لأموضة. شبنا أموضة؟ كل عمرك بتيجي خاص نص مشان تشربي فنجان القهوه من ايدين رويدا، شو عدا ما بدت تقبريني؟ ولا ليكون بدك تعملي عليها حمايه أموضة؟ حمايه؟ بسلامة حماتها يا بعدي. أموضة شو قصتك اليوم؟ ليش مين إلها حمايه غيرك يا بعدي؟ غيري انا؟ لكان مين حماتها؟ شو فكرتيني ما دريت باللي صار مبارح؟ يو فضايل الله والنبي. اي والله يا ام وضح ما عم بفهم عليك كلمة من اللي عم تقولي يون. عم بحكي على خطبة رويدة على صفوان والفصل اللي عملتوه مبارح معنا. عم تغشمي حالك ما هيك؟ مفكرة انه هي قصة بتتخبى. الكتاب اللي انكتب مبارح على صفوان مو على وضح لجننيني ام عبدو. يو ام وضح انتي لجننيني، والله ما عم بفهم عليك كلمة من اللي عم تقولي يون. افهمي علي، ابني وضاح امبارح شهد على كتاب رويدة على صفوان ولسه بتقلي لي حماتها. في حلمي على قلبي رويدة. يبعث لي هلا شو صار للبنت يا عمي. رويدة يبعث لي جيبي ماي لصحية. اوام تقبريني اوام رويدة يا عمو تقبريني على اهلين ام شاهي. اهلين ام صفوان. والله اشتقت لك. اشتقت لك العافية وانا. اهلين خالي. اهلين فهمية. تفضلي. الله يزيد فضلك. كيفك سعاد؟ منيحة خالي. يو ليش زعلانة؟ لا مالي زعلانة. عيونك مغرغرة. ما فيها شيء، كانت عم تقشر بصل مشان هيك عيونها مدمعة. يلا بالإذن. قاعدين ام شاهي لسه ما شربنا الشاي. تقعد عندك العافية، شايتكم مشروبة. كفيتوا ووفيتوا يكتر خيركم. تعي لعنا ام شاهي. ان شاء الله ان شاء الله. مشاهر والله ما شبعنا منكم. حبيبتي تسلمي. تسلمي خالي. شو القصة يا ترى؟ هي اكيد جايبه بنتها تتحشب مناخير مخيره. منو هذا جاينا احنا؟ لك هذا شهر ابن عمي. يعني خوش بوش؟ لك شو خوش بوش؟ هذا ناويلي على الشر. لك شو هالحكي؟ لا تحسيني يا واطي. ليش يا عمي؟ يا عمك تعال سيدي مراسلك. لا طول بالك ابو ضاي، انت ما دخلك اخر هيك في حساب تصفيه بيني وبينه. بس كم اخرت؟ تكون جريت على حالك. لك انا بحجر ولك ايش لي بهوي؟ ايش لي بهوي بشوارد بعد؟ هلا ماني فاضي لك حسابك بعدين. وقف لك واطي.
ياسين. عمي ابو طاح شهر ابن عمي لحالي بده يذبحني. انت واطي وطاح امور يا عمي ابو طاح. هذا انتو؟ ايه هذا نحن تحسين بحمايتي شاهير. امرك مختار. تحسين شو في بينك وبين شاهير؟ الله وكيلك يا مختار ما في شيء، نفس القصه القديمه. يلا روح حال سبيله، اوعك عيني تلمحك بالحاره. امرك مختار امرك. خلص خالي، الزلمه كفانا خير وشر. ايه مختار، بس هذا وسخ سمعه العيله. سمعت عيلتكم ما حدا بيطلع له يوسخها شاهير. شو جاي مشي؟ لا تارك فرسي بين الشجرات. يا بي رضاي عليك، خد الفرس وجيب له خيله لشاهير. تؤمر يا بي. خير. شفت لي حدا من التم وحامل كيس عم يركض؟ شفته راح من هون. مين هو؟ حرامي عقيد حرامي. امشوا. ابو محمد حرامي شيء والله سمع جديد. دق عليه الباب وشوف شو قصته. بحمى. طب شو بدي اقول له؟ يعني اساله اذا كان حرامي ولا لا؟ لا لا ما بصير. بس لازم دق عليه وشوف شو القصه. مين؟ العمى هذا العقيد ابو قدام. يا فضيحتك يا قاسم، شو بدي اقول له هلا؟ يلا جاي جاي. انا عقيد تفضل. تفضل عقيد فوت. شفتك راقد والكراكون وراك، شو في؟ ايه مبلا مبلا. ليش ما وقفت؟ والله يا عقيد خفت يفكروني حرامي وياخذوني على الكراكون، وعلقت الكراكون علقه مثل ما بتعرف. انت وين كنت بهالليل يا ابو محمد؟ والكيس شو في؟ بالدكانه، يعني في شويه اغراض جايبهم ونسيتهم بالدكانه، فقلت لحالي لنروح وجيبهم. ايوه مرة تانية دير بالك منيح، لأنه مو كل مرة بتسلم الجرة، واللي ما بيغلط ما بيخاف. ولا أنا غلطان؟ لا مزبوط كلامك عقيد مزبوط. بدك شي؟ لا سلامتك. خاطرك. مع السلامة. الله معك. يعني معقولة بعد العمر كله يطلع الزلمة حرامي؟ شو الحكي؟ الحمد لله اللي مريت على خير. شبك ابن عمي؟ شو في؟ يا علي شو هالدم اللي على ايدك؟ ما في شي يا حرمي ما في شي. شلون ما في شي؟ وهذا الدم؟ والله انا سمعت صوت قواس بالحارة. يا علي ان شاء الله هذا القواس كان عليك؟ لك ايه ايه خلاص لا تفضحينا. خلاص جرح صغير وماله مستاهل. الله يسامحك، أنا قلت لك لا تطلع بهالليل، ما رديت علي. قلت لك جرح صغير وماله مستاهل، الرصاصة شحطة شحط ما وصلت للعظم. فوت، فوت لحتى لف لك إياها بشي خرقة. بس أنت لازم تروح معنا، لأنه نحن غرب عن الحارة ولا نعرف لا طلعاتها ولا دخلاتها. لا أبو قلوش، أنا ما رح أروح معكم. أول باشتان جرح لسه ما طابه مشاني. تاني باشتان إذا شافونا كترة ممكن يشتلوا علينا. بعدين أنا دليتكم على بيت أبو نجيب كتير منيح. روحوا انتوا توكلوا على الله. ها مشي يا أبو قلوش مشي. هلا بيقدن الفجر ببلش العالم تطلع من البيوت. مشي يا أبو حجر بعدين ندفع. مشي. السلام عليكم. السلام. سلام القادم الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 ال
دهب دهب معك دهب يا ابن الحرام ومعيشنا عيشة الكلاب. آخ الله كبير مال الخسيس بيروح فطيس. الله لا يقيم الشدة على قلبك. لا 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 مسكين يا ابو نجيب. شوف العكروت هلا عارف اي متى. الله يكون بالعون الله يصبره. خرب بيتي يا جماعة والله خرب بيتي ما شفتوني ياهن ببوسيتكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واحد الله يا أبو نجيب كلياتنا على الطريق. خلاص أبو نجيب واحد الله بقى شباب. شوفوا داشي داشي قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. خير خير شو أبو نجيب عبي والوي مسكين الله يتنجعونه حرمت أعطتك عمره. يا ريت يا ريت لو كانت عطتني عمره ما كان صار اللي صار. يا ريت منك العوض وعليك العوض يا رب. مسكين ماله متحمل المصيبة الله يكون معه. اي والله الله يكون معه. تعال أبو نجيب تعال تعال عود أبو تعال. ما بدي عود ما بدي عود شو براجي ما بدي عود دي روح دور عليهم هدول الكلاب ما بدي عود. على مين بدك دوي؟ على الحرمية سيدي راشي على الحرمية. يا أبو نجيب ليش هيك عم تعمل بحالك؟ هذا كاس على كل الناس وكلياتنا على هالطريق. أنا طريق سيدي راشي أنا طريق طريق الموت يا أبو نجيب طريق الموت. موت؟ لك مين جاب سيرة الموت؟ حلوا عنا يا حلوا عنا مشان الله فاضيكم مشان اللي خلقكم كلمة 100 100 عليكم على القصة. 45 46 47 48 49 وهي 50 صاروا 50 ذهبي واربع مجيديات و15 برغوت. وشو بدنا نقسمهم هدول؟ اخي هلا ما راح نقسم شيء خلوها للمساء. المساء بنجتمع وبنتقاسى وكل واحد بياخذ حقه ومستحقه وعلى دوز باره. ايوه وين نخبيهم هون للمساء؟ اخي هلا بنحفرهم حفره وبنطمرهم فيها والمساويات بنجتمع وبنعمل حفله مشاوي وكاس وطاس وبنتقاسى مع رواه. حلو اكل ابو علوش ابو حجر. ايوه قوم هوينا هلا لانه صار بيجي ابي وبتعرف هو متزاول منك وما له طايقك. مشي على عيني وراسي سيكون بعلمكم ابضايات. انا ما بيلعب معي منوبها ما بدي حدا منكم يلعب بديله. لا يا ابو حجر لا هي ما حبيتها منك بنوب. ليش احنا من ايمتى بنخون بعضنا؟ وبيقول المثل من املك لا تخونه ولو كنت خوان. مظبوط حكيه والخاين الله ما بحبه. ماشي انا رايي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحق معك لك ابو شرار تاري مليان هلا ابو نجيب مليان. دخيلك يا سيدي الخرب بيتي يا سيدي دخيلك. يا وش يا وش كم يبلغ عدد مسروقات ذهبات؟ 50 ذهب يا سيدي وثلاث مشيديات و14 مرغوط الله وكيلنا. اوه مبلغ كبير. انت منين بتجي فلط كل هذا ذهب؟ ها نعدة ذهبات قران نعدة ذهبات. انت فلط حرامي انت فلط سراق. اعوذ بالله يا سيدي اعوذ بالله. لا والله العظيم ماني سراق. طول حياتي وانا عم شم معهم مرغوط فوق مرغوط. 30 سنة صرنا محروم حالي لحتى شمعت 50 دهبة واربع مشيديات و13 مرغوط الله وكيلك. صص ولا صص انت اكيد اكيد قاتل. جلاب تحصر دار بهجت بيك وسارق ذهب كتير من جلاب تحصر دار. انت لازم مشانق انت لازم خوازيق. يسر عرضك يا سيدي أنا تحصل دار وأنا بهجبك. والله العظيم أنا بحياتي ما طلعت من الحارة. سأل المختار سألت كل أهل الحارة عني. أنا طول حياتي بالحارة حالي بالي ما بدخل بحدا سيد راسي ما بدخل بحدا. صص ولا صص هذا بسيس. أنت في سابقات خطيرات أنت بيشتم جلاب سلطان معظم. أنا أعوذ بالله أنا بحياتي لا سبيت ولا شتمت يا سيدي. يستر عرضك شو التهمة هي؟ هلق هلق لازم كشف مكان سرقات وبعدين بعدين في تصرفات كثيرات. يلا فلط يلا أمركم سيدي أمركم. يلا أمركم سيدي.
ايوه عوضي ان شاء الله. اهلين من عمتي، تعال اشيلك دنا تعفو. كتر خيرك يا مخالي. صحيح ما قلت لي ضبيت اغراضك مشان تروح على العسكريه؟ انا اغراض؟ لا ليش ما ادري. شو بدي يدرس صفوان افندي؟ ابوك الله يطولنا بعمره راح لعند الحكم دار وفكني من العسكريه. ابي؟ ايه الله يطول بعمره ويخيلنا يا عز وجاه للحاره. ايوه بس انا اللي بعرفه انه ابوك هو اللي راح على السرايا. كلمته عند الحكم دار والوالي ما بتصير تنتين، ولا شو حكي؟ ولكن مين حكى الحكي؟ مين حكى الحكي؟ إيه لنفوت نسأل زباينك ونشوف مين حكى الحكي. لك وضح شو تسأل الزباين؟ شغلة سرية كتير بدك تفضحنا أنت؟ يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم. على ورا الدولاب لك شو ارجع لورا يا اختي مثل ما لاختك لك روح ارجع عن امر ولا مو ناقصك غير وزويزه نمر بس لو ما كنت اخي واكبر مني كنت بورجيك شو راح اعمل شو بدك تسوي يعني روح على امر وشي ولا امر احسن منك قومك فوق لك شوفي شو بكون قصدت يا بنت صبحيه فشيتي غلك ولك يا وخمه يا مأنشحه لك ما بكفي متحملين وخامتك وانشحتك وقله برودك مرتي ما دخل بنوب يا مو بنوب بنتك اللي بدها ترباية إذا حصني ترباية أبي بيربيني مو أنت لك خسرة الله لا يوفقك يا بنت كتابة السحورة خربتيها يا مو خربتيها وقعدتي على تلتها ليكي مرت عمي أنت زودتيها معي كتير ها اسمعوا لي لسانك بقطعه إذا بتحكي مع أمي كلمة تانية لك رجي الله يقطع لسانك يا كريمة لك والله لك كسر راسي قولي دخيلك رجع عم الزاوي حامل الكرسي بدك تكسره على راس اختك يا كبير يا فهمان يا ام تحسين صارت بسابع نومي هذا صار تمام يلا خلينا نبلش شو بكي شو صار لي ما بعرف شو قصدي عربي لا مو عربي حي قصدي حي انت حسين انت وقفتي لك ما بدي واقف خليني مقبوره ولك تحمدي ربك انك وقفتي ولك إذا المشي هيك دي سايفيني ما بدي ولك دخيلكم رح موت إيه لا تخاف ما رح تموتي على الجعبات يلا يا بيه هل الأسان الفيديو يلا شوف ما معي يا أخي هاتي لشوف هل يلا خلصيني وانتي وليه يلا ما معي قربي اختي قربي اشرحي شرب ميتك وقربي تعي ولا حركه ولا ولا حركه يا حباب طلعون طلع الدهبات يلا طلعون لسه معك شيء خلص لك هذا شاهر ابن مشاهر يسلم لي عينه الله يخليه لامه يا رب قوم لك معكم شرف ما في اخلاق ما عندكم حريمات تخافوا عليهم؟ روح يا شاهر الله يحميك ويستر على حريماتك آمين أنت بتعرفيني يا أختي؟ إيه أنا ديب الدعي وهي أم خيرة وبنتها سعاد حريم هاشم أفندي إيه سبعة نعم الله يبعت لي حمى إيدك مجروحة؟ لا أختي لا هذا دم هدول الكلاب يا أم سعاد معك محرمة؟ إيه يا أم معي يلا يا شباب كل واحد على شغله يلا غطي وشك يا مو الله بحيي أصلك من بطن الحملة الله بحييك على راسي والله لك تسلم كل الرجال مثلك يا هيك الغضايات قلت لك خديت الحريم بحارتنا يا وطي لا
لا يا عقيد لا، خبروني هذا أبضاي هو خلص حريم الهلندان. شو؟ مثل ما عم أقول لك. لا تأخذنا أبضاي، حقك علينا. بسيطة عقيد، صغيرة. لكن وين هالكلاب اللي اعتدوا على الحريم بحارتنا؟ أكلوا نصيبهم. هذا خنجر واحد منهم. ومنين راحوا هالكلاب؟ من هون عقيد. بتروحوا وراهم وما بترجعوا إلا وهنن معكم. يا مرق عقيد. منين الأبضاي بلا زغرة؟ محسوبك من حارة عياش. والله والنعم منك ومن مختاركم ومن عقيدكم ومن كل أهل حارة عياش. والنعم منكم عقيد. رأيتك بيضة عمي، يشهد الله أنك فضلت علينا وعلى كل أهل حارتنا يا ابن الأصول. رأيتنا هي رأيتكم وراية كل أهل الشام. هلا هاد عم يقولوا ضربتني فتين وتبني شوربي يا شفيق؟ هاد هو. لك شو هذا هو؟ أنا لك أنا منين بعرفك؟ أنا منين طلعتوني أنتو؟ ما تعرفني؟ لك كيف عم تقول لك ربطني فتين وتفتل لي شوربي؟ لك أنا أهلك لك إيه؟ لك علم. لك يا معلمي! يا معلمي! لك يا أولاك! أنا أحد يا أولاك! روح من وجهة الأخرى أحسن ما زدتك فوق. أنت بدك تزدني فوق؟ إيه وأنا بالهول. لك شي بيهوي! أشي بيهوي من أهلك؟ أهلك! أهلك! طولوا بالكم! طولوا بالكم يا عشال! أهدوا! شو في يا أبني؟ عامل لي يا بضايع على هالمسكين. روق لك عمي، روق الله يرضى عليك، ما لقيت تتقوى غير على المسكين. هلا هاد مسكين هاد؟ لك ايه مسكين شو عامل لك؟ قل له يا شفيق، قل له شو مساوي؟ اسمع لقلك، روقوا شوي، وخذونا بحلمكم الله يرضى عليكم. عقيد معيتك خلينا نفوت لعندك على المكتب نتفاهم على رواق. شرفوا. تفضلوا يا جماعة، ضب الشبرية يا أخي، وروقوا الله يرضى عليكم وشرفوا، تفضلوا. شرف عمي، شرف. يا سيدي ربط شيخ شباب هديك الضيعة بالتين. ونتفلوا شويربو، قالوا له الحاضرين شو اسم الضيعة؟ قام قال لهم والله نسيت، وقام واحد من الحاضرين صار يذكروا أسامي الضيعة بالقلمون، ولما ذكروا اسم ضيعة الجرن قال له نصري ايه والله يمكن هي. هلا مشان هيك معزبين حالكم طارقين مشوار من الجرن لهون. ايه والله بروح لآخر الدنيا مولا هون، عشو فكر هالسماء قليل قدام هضيعتي يا مختار. الاسم الكريم بلا صغراء أبو الهول. يا سيدي والسبع تنعم. اسمع أخي أبو الهول، هذا نصري على البركة، يعني يحكي شروي غروي، بيقطوش وبيلهوش. إيه على عظم رقبتي وسمعان بحياته بضيعة اسمها الجرن، أصلاً بحياته ما طلع برات الحارة. أيوة هلأ تاني عرفت هالضباع وهالنمورة وهالسباع منين كان يجيبهم. خلاص زرعوها بدقني ماشي، وحقكم بتاخذوه من شوارع. حقنا وصلنا مختار، كرمال ربك لا تاخذنا، غلطنا ممكن السماح. يا ميت اهلا وسهلا. يا نصري. امور عقيد. تمام تمام، بوس الشباب واعتذر منهم، يلا. ايه بتأمر. اهلين برجال. بتمنوا على شواربي يا نصري. اهلين. اهلين برجال. يا صبحي. امور عقيد. اهوينا. جيتك. غانم شي داشي ابو غانم شبكه؟ ابو غانم ابو غانم ما في ابو غانم بهالضيعه. لك ايه ايه عرفته. مين هو؟ لك هذا قصده عبود الطن. ايوه ايه اللي عبود الطن من الاول. عبود الطن؟ هيك اسمه عبود الطن؟ ايه عمي ايه، هذا ما حدا بيعرفه بهالضيعه غير بهالاسم، هذا اللي طنه بهالزمان. ايوه. وليش عم تضحكوا سيد راسي؟ ليكون حكينا شي بضحك ما تاخذونا. ها لا عمي لا، نحن ما عم نضحك عليك. اي سيدي بتروح بهاي الحاره. ايوه. بتفوت بالحاره اللي على اليمين. ايه. بتلاقي في طنبر. ايه. قدام الطنبر في مصطبه. ايوه. هذا بيت عبود الطن. كتر خيركم سيد راسي. السلام عليكم. تفضل يا عمي صبحي. خلينا ياكم. بالرجعه سيدي بالرجعه. اهلا وسهلا. عبود الطن. السلام عليكم. يا السلام. اهلا يا ابن نجيب. اهلا وسهلين. اهلا وسهلين. شلونك سيدي؟ والله الحمد لله. الله يسلمك. الله يسامحك. الله يسامحك يا ابو غانم على هالعمله. نطف قلبي يا رجل، نطف قلبي من الصبح وانا اقول لهم ابو غانم ابو غانم وما كان حدا يعرفك. يقول لي من اول انه اسمك عبود الطن. شو؟ مين قال لك انه اسمي عبود الطن؟ والله سالت اثنين شباب بالضيعه هون قاعدين على الدكه. قلت لهم ابو غانم، قالوا لي هذا اسمه عبود الطن. هدول أكيد أولاد عبطان، عليهم يا شباب. لك شو صار لهم هدول؟ الله يخرب بيتك، ضروري تحكي هالكلمة. لك شو حكينا سيد راسي؟ شو حكينا؟ لساتك واقف؟
هلا بيمسحوا فيك السرامي. روحي هرب. وليه هرب يا فكيك؟ يلا يلا الله لا يوفقك يا ابن الحرام، علقت البلد ببعضها. الله لا يوفقك على الضيعه. الله لا يوفقك. شو يا رجال؟ اللي عرفتوا لنا شلون اجى الخبر من جابه؟ لا والله يا عقيد، ما خلينا حدا الا وسالناه ما وصلنا لنتيجه. ايه. من شوي كنت بالقهوه انا وابو فارس اخوه لابو نجيب، ما خلينا حدا يعتب علينا الا وسالناه. لا اله الا الله. وهجمت لك على الضبع. وما عاد ما عاد شاف قدامه غير مصري عم بياض يمين وشمال. وي لعبتي لعبتي لعبتي. شايف عفوت من هولك هون حرام يم هون فوتي. شو بك يمشي؟ يلا محمود لك يلا شبكي. سلام قبل امر ربك. سلام قبل امر ربك. سلام قبل امر ربك. سلام بدي خلف يا امه. بدي خلف. يلا شبكي. شباب ولدو دعمة. يا مو خير شبك يا مو. بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مو ما في شيء لك لك ما. بسم الله ما. متأكد؟ الله وكل شيء تبعينا عقيد. ليك على هالقصة. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نجيب عيش. ايه هلا عم بيقولوا انه متزوج كان راكب على حمارة ابو رضا وجارته ومته وراها. صدقا من الاول كان عندي احساس انه ما راح يموت لانه زبادي المال ايه ما بتتكسر. تفضلوا يا جماعه. تفضل يا استاذ. يلا تفضل. اهلا عمتي. اهلا وسهلا. تفضلي. وين عمك وليه؟ جوا بالاوضه. الصغر عم تلعبي باللعب اخري هيك. ولا سبحيه يا بنت الدومري يا قليله العصر. شو جابها؟ رويده. ايه رويده. وليش هيك عم تعيطي؟ ليش عم عيط؟ اذا اهلك ما عرفوا يربوكي واخي ما عرف يربيكي انا اللي بدي ربيكي يا بنت الحرام. الزمي حدودك وليها ولا تنسي انك قاعده ببيتي. بيتك اللي بتشتغلي بالسحوره هذا بيتك؟ نسيتي انه هذا بيت امي وابي ونحن تحننا عليكم وسكنناكم فيه؟ طلعي من هون وليه؟ طلعي من هون احسن ما طالعك محمله. مو ناقصني غير هالشكيلات. انا شكيلات؟ اوافي لورجيكي مين شكيلات. تفرجيني. طولوا بالكم يا جماعه. ولا طولوا بالكم. انت تحرري لي ابني يا بنت الكل. تركينك عم انا بورجيك. تضربني لك. الله يلعن ابوك على ابوها. ولك يا ابني يا صفوان. رويده الله بدك تنجي كبيره. فهمانه هيك عم تعملي؟ اخر عني هيك. لك رويده بدك تضلي حدا دامك من دابا. شفت شو عم تعمل لبنت الكل؟ انا بنت كل. سامح سامع عم ثبت ابوك بدنك وساكت. اختي بصراحه انت زودتيها. ما بصير هيك. قلت لك اسكت ولا تتدخل بيني وبينها. ولك شلون بدي اسكت وانت عم تضربي مرتي ببيتي؟ ولك قولي لي احكي لي اذا غلطانه انا بحاسبها. كثير شفناك فوق وشفناك تحت. هلا خلاص خلصنا خلصنا خلصنا. ضاعت ولقيناها. بس فهموني من شان الله انه شو اللي عم يصير بيناتكم. سأل مرتك هالمنظومه شو عم تحكي على بنتي. امي ليك لجوا. لك انا كذابه يا ام صفوان؟ انا كذابه؟ ايه انت كذابه. لك عن انا حكيت على بنتها لموضح؟ يخرب بيتك عم تكذبيني. عينك كنت عينك. لك موتي جيتي لعندي على البيت وقلتي لي كيت كيت كيت. ايه بس يعني انا قلت انه سمعت من الناس. ها سمعتي من الناس؟ ومين هدول الناس اللي سمعتي منهم؟ ديبه مو هيك ولا هي نسيتيها كمان؟ انا بحلف على المصحف اني ما حكيت هالكلام. بعدين عيب يا ام صفوان وحرام عليكي تحكي عليها كلام كذب على لساني. انت كمان عندك حريمات وبدك تجوزيهم. لك الله يصطفل فيكي. بس سمعت سمعت عدنان افندي؟ سمعت بإذنك وشفت بعينك؟ انا ما قلت انه ديبه اللي حكت لي. انا قلت انه سمعت من الناس. ولا بدكم تلزقوها بظهري لزق؟ لا مزبوط مزبوط اختي. سمعتي عم تقول لك سمعت من الناس. انو ناس اللي سمعتي منهم؟ احكي لشوف. انا مأمنة انه ما احكي. حالفه يمين. هلا اذا مأمنه وحالفه يمين ما بتقدر تحكي. حطي حالك محلها. مع كل هاد اختي اذا البنت فيها شيء قولوا لي. لك انا بطبق لها دواء. يو
لك عملكم بنتي ما فيها شيء؟ ليش عم تطالعوا عليها هيك سمعة؟ عمتي أنا كنت هيك وأبي سوالي دوا ومش الحال. أيوة أيوة احكوا هيك من الصبح. عمتي حبابي عادي اشربي قهوة الله يخليكي، يا موني للعمتي تقعد تشرب قهوة عنا. إن شاء الله بتعدي كبابة أنت وأمك. عمتي الله يخليكي خليكي عنا. لك الله يوفقك، لك الله يقصف لي عمرك، كم مرة بدك ضبي لسانك كم مرة؟ يا مو أنا صفوان. ليه صفوان؟ لك شو؟ شو بشتري حصان إبليس؟ مو أحسن من القديش اللي عندك؟ هلا الفرس اللي عندي صار اسمه قديش؟ هلا نهايته أمك وينها؟ شو بدك فيها؟ في لي ما عجوز كلام. إيه؟ شو عليه؟ يا مو هذا صفوان بده يحكي معك جوز كلام، خذوا له طريق. قومي يا مو، قومي على أوضتك وسكري الباب. يلا يلا. أنت بأي حق بتضربيها لأمي؟ هيك لأنها بتستاهل. أيوة يعني مفكرين ما في وراها رجال؟ اسكتوا لك. لا ما حذرت، واللي بده يمد إيده على أمي بدي أقطع له إياها من الباط. أنت؟ إيه أنا. روح عم بروح. روح الله يرضى عليك، ما بدنا مشاكل. ليش مين اللي عم يعمل مشاكل؟ وأنت أخ بس لو ما كنت عمتي. اطلع لبرا ولك. اطلع لبرا بس لو ما كنت ببيتنا ودايس بساطنا. والله لا طلعتك محمد. والله يا جرب لشوف. لا اطلع على برا ولا اتركه الله يرضى عليك. طول عمرك واحد واطي. اسمعوا لك، انا جوا ما رضيت ادبك لانك ببيتنا وكرمال امي ما تفك بيناتنا، بس لو انك رجال وبتحترم هاي الشوارب اللي بخلقتك لاقيني بالساحه قدام القهوه. ايه شو علي يا بابا؟ اطلع. انا بورجيك يا صفوان الكلب. شو يا بي؟ علمانك بالبيت وما بترجع لبعد العشاء، وقلت لك استناني بالقهوة ولا هربت؟ أنا ما بهرب. كنت زلمة كنت بتستناني هون. انزل إيدك أحسن لك. لو رجال بتنزل لي هون أنت. لا 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 ما بيجوز. اسمعوا يا رجال، موجه عليكم الله ومحمد رسول الله، كل واحد منكم بيرجع على شغله وما حدا بيتدخل بيني وبينه بنوب. مو هيك بالخالي؟ لا عمي لا، انتوا قرايبين عيب. طولوا بالكم انتوا قرايبين. اذا كانك رجال بتقول لهم هلا وبتحلف عليهم مثل ما حلفت عليهم انا، ما حدا يتدخل بيني وبينك. قل لهم لشوف. قل لهم خلاص يا رجال كونا لحالنا. لا 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 يا رجال طول بالك، طول بالك. عم شو ما عليك؟ بعد عنه، بعد عنه. وضح وضح. بوس ايد خالك واعتذر منه. تومر يا بي. يا مو وضاح ابن عمتي عمل له قتله صفوان ابن خالي. العمى مثل ما عم قلكن وضربه. عمل له قتله حشكو لبك قدام كل العالم. لك ولي على عمتي الله يقصف عمره ويكسر ايدي يا حق. خلاص بقى، وين صارت الخناقه؟ بالساحه. وفيها عطيني العصايه والشبريه. وشبتك بالعصايه والشبريه؟ شلون شو بدي فيهم يا مو؟ هاد الزلمه ابن عمي وخال ابني، شلون شو بدي فيهم؟ وهداك ابن عمتك برضاي عليك يا امي لا تتدخل. بس عمي ابو وضاح وابي وعمي ابو صفوان اخذوهم مشان يصالحوهم. ها شفت هلا ابو وضاح بحلها. زيك عبدو رجعيهم. هو قال لي جيبهم وانا بقول لك رجعيهم. شو اعمل؟ خلص رجعيهم. روحي برضاي عليك يا أمي، ما بدنا مشاكل. مشان شو صارت لخنا؟ ما بعرف. أيوة على كلين ليبينوا إيديها ورجليها للقصة، بيصفى لكل حادث حديث. اوعى هيك قصة السحورة اللي عملت لنا إياها صبحية إلنا ولبيت أخي أبو عبده. ومشان هيك علقتي أنت وياها؟ يا ريت. في شيء أهم. شو هو؟ يا بي خود ابن خالك واطلعوا لبرا. تؤمر يا بي. شريف
عم اقول انه هي قصص نسوان بلا ناخذ من عاطفيه. خلي اختك تحكي. ها مثل ما بدك اخي. اكل اكل. هاي صبحيه خانو شو؟ هذا اللي صار ابن عمي. وليه ما خلصتي عليها؟ طول بالك سهري طول بالك، والله شغلة مو مستاهلة. مو مستاهلة؟ ولك مرتك اللي عم طلع يصيد على بنت اختك، بتقلي ما بستاهل؟ وضح تركينا شوي. يا عبي شو عليك؟ يا عبي شو عليك؟ شو بدي أعمل لك أخي؟ شو بدي أعمل؟ الله بلاني بهالمخلوقة. الله بلاك بهالمخلوقة؟ شو نسيت إنك تجوزتها بدون رضا أمك وأبوك؟ طيب شو ساوي هلا؟ طلقها؟ ايه لك اخي طلقها طلقها. هيك مره بتنحوى بنوب؟ لا لا هذا مو حل يا ابو عبدو مو حل. لك انا هجرها هجرها لك اخي هجرها. ولك اخي والله مليت صرت هاجرها 100 مره وما في فايده. هلا هي عم تهجرني. يا بي جيب ابن خالك وتعا. حاضر يا بي. شري يلا بمسوا شوارب بعض وسلموا على بعض يلا. صفوان خلص ري الولد دمه فاير هلا بعدين منحلها. شو عليه منحلها بعدين. صفوان بوس ايد عمك ابو وضح واستسمح منه مشان فوتك على بيته بهذا الشكل. يلا اوام اوام. عمرك عمي ايدك خلص يرضى عليك واصلي. يشهد علي ربي صفوان وكل شباب الحارة بغلاوة وضاح. يلا عمي تصالح انت وابن عمتك يلا. واطلع بوس ايد عمتك برا واطلب منها انها تسامحك وترضى عليك. يلا اوام اوام. وقف عندك ولادك ولا حرفه. طالع اللي معك بالتي هي احسن. يلا لشوف يلا. يا شباب يا اهل النخوة ما معي غير الخمس مجيديات ورايح حكم الطفل فيهم. لك تقبرني حبيبي طلع لي كل شي معك مشان ما تدق المجنونة براسي. ها يا جماعة خافوا الله إذا ما حكمت الولد بيموت. الله وكيلكم بيموت. ما حدا بيموت قبل ساعته. اطلع بالمصاري لشوف اطلع. وإذا بدك رايحك من ابنك بتشفع لك يوم القيامة. لا عمي لا كل شي إلا ابني. شرف نزل ابنك عن الحمار. كمان بدكم تاخذوا الحمار؟ اي نعم. امري لله. لك لا اترك له اياه، شو ناقصنا حمير؟ امرك عكيد. عكيد. ساعدوا اياه، قطعوا. مين في هون؟ انا يا اخي انا. خير يا اخي شو بك؟ اخذ ابني على الحكيم وطلعوا لي المشلحين وخلصوني المصاري كلها. بس شافوك هربوا. بيعوض الله عمي بيعوضك الله. المهم ما ارزوك انت وابنك. بس ما قلت لي وين كنت رايح تحكمه؟ والله ذكروا لي حكيم شاطر بالشام كنت رايح لعنده وهلا ما عدت معي مصاري راجع الضيعه. لا عمي لا لا ترجع ولا شيء. بتكمل طريقك على الميدان على حاره عياش بتروح لعند المختار ابو وضاح الخشاب بتحكي له قصتك وباذن الله ما بيقصر معك. وبلكي ما صدقني. لا عمي بصدق بصدق اتكل على الله ونعم بالله. يلا ضحكون ان شاء الله ريتو سم الهاوي. قوموا يا جماعه. لك الله يسود وشك يا ابو نجيب. لك الله يسود وشك مثل ما سودت وشي. لك يا عيب الشوم عليك. شو امرت بسيدي شبك انت الثاني؟ خلص ابو محسن خلص احنا رايحين. والله سيد راسي اذا بتعدوا انتوا عيني وإذا بتحلوا وبتفرقونا أنت وعين تاني. ها لك تضرب أنت وعين تانك. الحق مو عليك الحق على اللي إجا لعندك وعمل لك قيمة واجب. لك يا عيب الشوم. بس يا عيب الشوم. ليش تدرجي ليش؟ شو فاكريني أنا فاتح مضافة ولا تكيت السلطان سليم وأنا ماني دريان؟ ها لك الله يسود وشك إلهي. الله يسود وشك. مشان الله لا تواخذني مختار. مشان الله. ولك هذا المختار أبو قاسم هاد. لك هذا اللي مضافته مفتوحة ليل ونهار بحضوره بغيابه. مشان الله لا تواخذنا مختار. مشان الله حقك علي. لك يا سيدي فرقونا فرقونا خلصونا فرقونا يلا. يلا يا جماعة يلا. شو جايبين الضيعة كلها وجايين مختار. يلا. يا حبيبي. 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 يا حبيبي.
لك خلصينا يا حبيبي. طب بنت عمي ناويني سنية، ناويني سنية لما عم بات تعملها نصبيب. يلا لشوف شو ابشرار، شايفك ما طولت. ما لهوني. لك شلون ما لهوني؟ مو على الاساسيه بعثت لك خبر مشان تجي لعندها؟ لك ايه بلا، بس يمكن اهلها اخذوها على البيت لانه جوز زمان هون. مسيك، خلي هدول معك لفوت على المضافه. شو في هذا الصندوق؟ دير بالك عليه منيح، فيه ذهب. ذهب؟ يسعد الله. سيف جدي عياش، أنا أولى فيه. ولا شوف يا عقيد العقدة، كيف رح خلي كل أهل الحارة يعيروك إنك ما قدرت تحافظ على سيف عياش؟ هذا السيف بده رجاله. لا ما عرفتهم. لا تفتخر بالذهب وتقول عندي مال، المال يفنى ويبقى الجيد ذكرى لعمر. أمان 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 أمان. طيب طيب طيب. شو هذا؟ تفضلوا على السياره. شرفوا سيدي، هلا بيبردوا. شرفوا يا جماعه، تفضلوا. اهلا وسهلا. شرفوا يا سلام. روي عقدة آل عياش، سيف عياش. شو؟ سيف عياش؟ اي والله هيك مكتوب. معناته الحرمية هن اللي ضربوا بيت أبدها. لك يا باطل على هالمصيبة. لك شو بدي له بس لما يرجع؟ بديله اني ما قدرت احمي الحارة بغيابك؟ لا والعنكة من هيك انه الغمد راح اخذوه. امشي شاهر، امشي امشي، خلينا نروح نشوف بيت العقيد. امشي. 35 راسمالية. اذا لنا 15 راسمالية لإلك. ليش 15؟ ولك شباك 15 راسمالية لإلك و15 لإلي واربعة مصروف راسمالية لدحام. راسمالية واحدة بس لدحام؟ شباك حبيبي، شغلة لا كنت لا بأولتها ولا بآخرتها. قديش بدك يعني؟ لكن أعطوني هذا السيف إلي. لك هذا مو سيف، هذا غمد، يعني ما في بقلبه سيف. شو عليه؟ منبيعه بسوق النحاسين. شو حبيبي؟ شو قلت؟ بدك تبيعه بسوق النحاسين؟ هات هات من إيدك. هذا غمد سيف عياش، وبكرة منجيب السيف وبنرجعه لبيته. إيه أمري لا الله. أبو شرار، هدول شو مشانهم؟ ما تقاسمناهم يعني. هدول ما حدا إله دخل فيهم. وليش بقى؟ هدول من حق الحرمة، وبكرة بس تجوزها بدي رجع لها إياهم. أيوة. إيه لكان عمي لكان، الحق حق وما بينزعل منه. طب بدي أسألك، أنت ليش خلعت الباب بالقارس؟ ما فتحته بالمفتاح؟ بدك تعرف ليش؟ لك يا بني آدم، هذا المفتاح احتياط، يعني لما يكون الجو مناسب نخلع خلع، ولما يكون الجو مكركب نفتح بالمفتاح. طيب ليش؟ لأنه إذا إجوا لقوا الباب مفتوح بالمفتاح رح يغيروا الغال، وهيك بصير المفتاح مثل قلته. فهمت؟ أيوة. لك هي ما بتخطر ببال إبليس هي؟ لا عم. لك أنا عمي شغلة بدها معلمية، مو كيف ما كان. صحة صح. مرحبا يا قضاي. ميت أهلي. يا أهلا وسهلا. يوم بدنا نورجيك أنت قدام أهل حارتك. لك واطي لك ولك بعد عند ولك. وين فايتين الفوت هيك؟ لسه ما شفتوا رجال عياش؟ هلا بدكم تشوفوه.
عقيد هو اللي هجم علينا هداك اليوم. بط! لك لي ياهم عقيد. ما حدا يقرب. مين هدول شاهد؟ هدول اثنين سرسرية في شغلة قديمة بيناتنا. يسلم حبيبك يا عم. سلاح ولا؟ سلاح. سلاح برجليك. سلاح! سلاح! يلا! يلا! امشي! امشي! بسيطة عليك. بسيطة. إن شاء الله مغمي إجر. لا لا ولا يهمك بابا شي جرح صغير. مهم هلأ اللي منو هدول؟ شغلته هناكتي. شلون يعني شغلته هناكتي؟ خلاص لا يكل لك فكرة انت، لا يكل لك فكرة. روح هلأ خليه يحطونك عليها بني. يلا عدي حمى إن شاء الله. الله يكسر إيديهم يا رب. ملكن هذا اللي بيحشر حاله بشغلة ماله فيها. لك بيت العياش كل عمرهم مشكلجية. أبصر شو عامل معهم شاهد لحتى جاييني بحثوا عنه. يا بي والله مو بإيدي، يعني لما شفت هيك اثنين أغراب من برات الحارة علقانين مع واحد من أهل حارتي انفار دمي ما قدرت. طيب وعرفت من هن وشو السبب اللي خلاهم يعلقوا مع شاهر؟ لا والله يا بي، بس اللي فهمته انه كأنه في شيء قديم بيناتهم. هلا أنا وجاي بالحارة في اثنين سألوني عنه ليكونوا هن. يا بي في واحد فيهم هيك يعني عينه كريمة؟ ايه هدول هن. عين واحدة؟ هدول هن الحرامية اللي هجم عليهم شاهر يوم شلحونا الذهبات. يا مو شو عم تحكي؟ ايه والله انا بتذكرهم منيح، واحد منهم بعين واحدة، مو هيك يا مو سعاد؟ ايه مبلا يا مو. يخرب بيتهم، هدول جايين ياخدوا بتارن من شاهر. هلا هيك دغري عرفتيهم بدون ما تشوفيهم. يخ زيت العين شو فتحة. عفاف مين؟ أبو أدهم. أبو أدهم افتحي. لك شو بكي؟ شوفي شيء. لك ليش عم تبكي؟ لك شوفي أحكي. شاهر. شو بو شاهر؟ جرهون فات علي. شو؟ شاهر فات لهون؟ فتحتي له باب الأوضة؟ لا لا ابن عمي ما فتحت له. انت شفتي لشاهر؟ ايه ابن عمي شفته.
وأول ما صرخت قلتوا لي هرب. يا ابن الحرام يا باطي، مشان هيك ما بدي روح معي على العرس. علي جيري ما بيطلع الصبح إلا هو بالدربي. تعي تقبريني ودع أبوكي. عفك يا أبي. الله يرضى عليك يا بنتي. بدي وصيكي بتقوى الله وتبيضي وشنا قدام بيت أحماكي. أمرك يا أبي. الله يستر عليك يا رب. تعا ودع أختك يا أبي. الله يرضى عليك يا سميع. أكيد ما راح تضحوني، عارف حاله انكشف هرب من الحارة كلها. بس وين بدك تروح يا واطي؟ أخ لو قدرت أعرف مين هو قل له للعقيد ولا ما قل له؟ كشو بدي قل له؟ العمى على المصيبة قل له إنه كان في زلمة عند حرمته. إذا ما أدري أحسن والله بيروح فيها. لك أم قدام بنت الأكابر والأبضايات تطلع هيك؟ والله لو ما شفت عيني ما بصدق. في واحد كنت لاحقه عقيد وما لحقته. من هو؟ واحد شفته طالع، طالع من بيتك بغيابك وانت كنت بالعرس. بدك تسوي سمعته يا واطي؟ شو عملت أبو أدهم؟ قولي شو ساويت؟ شخدته. قولي على أمتي. عفاف. بس بدكم المزبوط صار عرس مرتب وعراضة بترفع الراس. ايه والله مرتب. شو هذا يا شباب؟ في زلمة منحوش بالأرض. لك يا لطيف هذا شاهر عياش. لك ايه والله ابو فهد حملوا معي خلينا ناخذه على الخسخانه قبل ما يصفى دمه. يلا يا رجال يلا. شاهر عياش يا ثاني على الحاره. شوف شوف يا لطيف وليه وكلي الله يا عم شاهر وكلي الله تقبريني بجوز يكون الخبر كذب. والله يا جماعة كسر داري. ريتني إبلة بالعمى. ريت يومي قبل يومك يا ابني. ريت يومي قبل يوم. والله كان قلبي حاسسني إنه بده يصير هيك.
دخيلكم وين رجال؟ خذوني لعنده، خذوني لعنده، بدي موت معه، بدي موت معه. وحدي الله يا أبو سهل، وحدي الله تقبريني. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا أخي يا حبيبي، يا شاهين، يا شاهين، طولي بالك، طولي بالك، حرام عليكي، انت عم ترضعي، كثير ترضعي ابنك على زعل. راح الغالي، راح الغالي، وين راد تركنا يا اخي، وين راد تركنا يا اخي. يا رب يا رب يا رب. الحمد لله الزلمه فيه روح، بس الظاهر نزف دم كثير. هلا منضمن له جراح، ان شاء الله بصير خير. يعني طمنا حكيم، ان شاء الله بيعيش. طمن هاشم افندي، شاب ما شاء الله جسمه قوي، هذا الشيء بيساعده على انه يعوض الدم اللي فاده. نحن بنعمل اللي علينا والباقي على الله. شو بيا ربك؟ ابن اختي بدي اياك تدير بالك علي، الله يرضى عليك. هذا واجبنا هاشم افندي، نحن ما منقصر مع حدا ان شاء الله. أبي وطاه، أبو أدهم وينه؟ بعت له خبر مع واحد بس كأنه تأخر. ابن عمي. شو بيك؟ أنت لازم تروح ابن عمي، تقبرني مشان ما حدا يشك فيك، ما دام الزلمة مات وشبه موت. شو بدهم يقولوا أهل الحارة؟ كلهم طلعوا ابن عمي، لازم تطلع، الله يوفقك. ماشي الحال، أنا هلأ طالع، سكري الباب مليح وراي ولا تفتحي إلا إذا سمعتي صوتي، عم تفهمي؟ أمرك ابن عمي. ما عرفتوا مين ضربوا يا أبو محمد؟ مين بده يكون يعني؟ أكيد هدول الزهران يلي تعالى معهم بالحارة. طب معقول ما عرفتوا مين هدول الزهران ومن أنو حارة؟ لا والله يا عمي ما عرفناهم، بس يعني شاهر أكيد بيعرفون مين هن. خيرو؟ إيه يا أبي. خلينا نمشي يا أبي. إيه يا أبي، بس يعني خلينا نطمن على شاهر بالأول. خلاص اطمننا يا أبي، ولا يهمك، إن شاء الله خير، تفضل. إيه خيرو، رو مع أبوك، والله يرضى عليك وتمر على أم شاهر بتطمنها وبتطمن كل أهل الحارة، وشفني بطريقك ليش أبو أدهم تاخر. يا عراسي عمي عراسي. تمام شي مختار؟ الله معك هاشم أفندي. يلا يا أبي. شرف يا أبي، شرف. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. شو بقى أبو خيرو؟ أول ما وصل كان عيون، بعدين وين شاهين؟ أخي شاهر. خير مختار؟ طفيت شبوه. شو مختار قلي؟ أخي شاهر مات؟ وكل الله خالي، عم نقول لك أخوك بخير إن شاء الله. حسبي الله ونعم الوكيل. أهلين عقيد. السلام عليكم. السلام. شو مختار، شو القصة؟ عمي أبو أدهم، أخي شاهر انقدم. وكل الله خالي عمار، لا تفاول عليه، عم نقول لك بخير أخوك. الله وكيلك يا زلمه، عايش وعم يحكموه جوا. الحمد لله الحمد لله. هدي بالك عمر، هدي بالك، عم بقول لك ما صار شيء. عايش معناتها انفضحنا. ابو فهد على حب النبي رد علي، رد علي واللي بيني ضربك على حب النبي، عم اقول لك الحمد لله على السلامه خالي. كيف يعني ما بتعرف اخي؟ يعني انت ما شفته اللي ضربك؟ ما طلعت عليه؟ ما شفته انا، كان ملتع. ليش عم يخبي عليه؟
ايش هو بده يقول له؟ ليش هو بيسترجي يحكي؟ اجي الحكي. اذا سمحتوا يا جماعه فضلنا الغرفه حتى يصحصح النار. ما جاب سيرتك ابن عمي؟ ليش بيسترجي يجيب سيرتي؟ شو بدي اقول للناس؟ فتت على بيت ابن عمي بغيابه؟ بس ما يكون ناوي ياخذك غدر ابن عمي. انا لحمي مر، الابضاي جرب ادوقه، والله لا اشرب من دمه. الله يخليك ابن عمي، انت قتلته والله مو رايد ليموت. هالضربه بالمكفى تقبر قلبي ان شاء الله. ما برتاح طول ما هو عايش، يعني مالي تاركه. فتحي شو عم تطعموا خيلكم مبطبط؟ عم تطعمون خالي؟ احياة عيونك، عم نطعميه احسن علي. خلصي راحت عليكم والراي قلنا. الراي لمين يا رجال؟ لا ما حزرت. شلون يعني؟ لسه في ابو قاعود وابو ادهم ما تسابقوا. من امتى جرت العادة انه العقدة يتسابقوا؟ جرت مختار جرت، والراي ما بتاخدوها ليتسابقوا. شو ابو قاعود، الراي بناخدها ولا ما بناخدها؟ بلاها مختار بلاها، خلينا عم نتفرج. لتكون خايف؟ ها لا يا مختار، هي ما حبيتها منك. ها يعني عم بيقول لي عقلي خايف ابو ادهم يسبقك. من شو بدي خاف؟ شرف عقيد. بلاها ابو قاعود بلاها. لا سيدي مو بلاها، الشغله صار فيها تحدي. شرف عقيد. ايه بأمركم. يا سلام، هذا هو المطلوب. شو قلت أبو شراح؟ أقول هذا غريمي إجا والله جابه. شباب علي لا تقوس، طول بالك، خليهم ليكملوا اللفة، وساعتها بصير غريمي من ناحيتي، وقتها بشفي غليلي منه على المظبوط. إيه ونحن شو بنستفيد؟ إذا أنت سويت مثل ما قلت لك وصار الموال اللي براسي، راح أعطيه 5 أصماليات. وأنا عقيد قديش بيطلع لي؟ أنت بيطلع لك 3. 3 أصماليات؟ ليش بقى؟ لأنه نحن راح نضرب ونهرب، أما صياح فهو بده يروح يكفي الشغل. لا عقيد لا، أنت دايما الدوم هيك بتقلل لي حصتي وبتزود له حصته لصياح. إذا بدنا نحكي الحق صياح أرجل منا. هيك لك كان. لا خلاص وكل الله عم يمزح معك العقيد. شباب مين هذا اللي قداماني؟ مو ابو ادهم؟ لا لا، هذا ابو قاعود. اه والله هذا ابو ادهم مختار. شو هالحكي؟ يلا ابشار قويس. لا تطول بالك، مو شايف الخيال الثاني صار بيني وبينه؟ لك انت قويس يا ابن الحلال، واللي كاتب له الله انه يموت رح يموت، كله مكتوب عند رب العالمين. ها هذا اللي وقع. والله هذا يمكن ابو قاعود. اخي ابو قاعود الله يستر، الواط جفل فيه الفرس مشان يسبقه. وحده الله يا جماعه، وحده الله. يا ربي يا ربي، لا حول ولا قوه الا بالله. في يا رجال عامل حالك ما بتعرف، رميت الزلمه وعامل حالك ما بتعرف شيء. انا الزلمه يا ابو دياب، انا الزلمه مختار. ابو قاعود يا ابو دياب. يلا دحام امشي، انت صياح مثل ما وصيتك. ها لا تكلم عقيد، ايديك ورجليك ما يبارد باذن الله. ابقى عود بسطت يا ابن العياش، قتلته بدك تمشي بجنازته؟ اخر عنه هيك. انا يا ابو دياب؟ انت اخر عنه. لا يا ابو دياب، يشهد ربي علي ورحمه ابي وامي تحت تراب اني ما دهرتك يا ابو قاعود. والله واللي اسمه الله، اذا ابو قاعود بصر له شيء لا امشي بجنازتك قبل جنازته. يا رجال انا سمعت صوته واصل عند البستان لما وقع ابو قاعود، وانا كمان سمعت صوته واصل.
معناته في حدا قوص عليه. لا اله الا الله. السلام عليكم يا سيادنا. عليكم السلام ورحمه الله. بس بلا منقوديه، مين بيناتكم ابو ادهم؟ انا ابو ادهم مشرف. طيب في اثنين كانوا هنيك، في واحد بيناتهم معه طبنجه، امنوني اني اقول لك امانه. احكي يا عمي. لا انا خليها مع جنب احسن. احكي يا عمي. ايه منحكي. بيقولوا لك انه اللي بدك اياه صار، وفي هيك مطرح انتم متفقين عليه، بس مشان هيك البيض. مين هدول اللي عم تحكي عنهم؟ انت مين؟ انا صاحب هذا البستان، انا مارق مهنيك، قالوا لي انه اقول ابو ادهم الكيف. وهي شحني عم بقول لك ياهم، الله وكيلك انا ما بعرفه. قتلته؟ والله لا ادبحك واشرب من دمك، تركوني انا! ابو دهام تركوني انا! تعرفني هاد؟ هذا فهد العياش ابو ادهم! اطص منك ومنه! لا تكبر بالحكي عم قال لك ها! غير! هدول بيت حماي، واللي بيأذيهم بيأذيني! لك يا رجال! وين النخوة؟ وين الشهامة؟ لك عديكم واق! شام محمد روقوا يا جماعة واهدوا! وجه عليك رب العالمين، تاخذ جماعتك وتمشي. شو حكيم؟ شلون شفت لي الجرح؟ الله يستر، الله يستر. شو يعني؟ والله الضربة ماتني وجرح غميق. معلم جابر لازم ناخده على الخستخانة. لا عمي لا، الخستخانة لا، اللي بيروح لهنيك ما بيطلع عايش. شو طمني؟ أبو قعود تعبان يا أبطيها. يا حرام يا أبو قعود، أنت يصير فيك هيك؟ علي الحلال، علي الحلال، لا أحرق حارة عياش من أولها لآخرها. والله ما رجع يا رجال. الله يوفقك علي، ما كنت حيبة. شو ابن نجيب كان معنا بميدان الخير؟ عجبك هيك يا مغتاب؟ عجبك هيك؟ هذا فصل من عمل؟ ابو نجيب روح على البيت هلا، روح بكره الصبح من هالمشكلتك. ليش الصبح سيد راسي؟ ليش الصبح؟ هلا كل ما فاتت ماتت. لك روح يا مرت سيد راسي، بروح. شو فيها؟ الله يسامحك يا عمي، الله يسامحك. الله يوفقك يا ابو نجيب. اسمعوني يا رجال، اليوم يومكن، ارجوني همتكن. هلا بدنا نروح لحارة عياش ونحرق من أولها لآخرة. لعيونك يا أبو دهام، قلنا فدا أبو قعود. بس هالوقت يا أبو أدهم تركولي يا إلي، مين ما شافه منكن ما حدا يقرب صوبه، هذا حصي أنا. لا توسخ إيديك فيه، أنا حالف برحمة أبي بترابه لشين راسه وشو بدك ياله هون لبين رجليك. أبو دياب، يا أبو دياب، ابني ما رجع من ميدان الخيل يا أبو دياب. شو هالحكي؟ حدا منكن شافه يا رجال؟ إيه عقيد أنا شفته. ما تقول عقيد، ما في عقيد غير ابو قعود. ايه عمي، وين شفته؟ شفته هو وضاع عم يتعارك هون جنب النار. باطل، ابني راح يا جماعه. جاهزين يا رجال؟ جاهزين يا دياب. لوين يا ابو دياب؟ بدنا نحرق حارة عياش، واكيد هن اللي خطفوا ابنك فتحي. معناتها جماعه حارة عياش اخذوا فتحي يا مختار. فتحي، فتحي ابني يا جماعه. ولا يهمك مختار، هلا منجيب بطارينا. ابو دياب بترجاك تاجلها للرجعه بالحزنه، بيهون عليك يأذوه. فجروا يأذوه، يلي بيحط عليه وردة ما نحط عليه نار. كرمال خاطري يا أبو دياب. خاطرك غالي يا مختار. ماشي الحال يا رجال، خلينا نأجل الموضوع شوي. عليك وضاح، فكه وخليه يرجع لال. طالما الجماعة أخذوا أمهتهم، ليش ما نخلي فتحي عنا حتى يرجعوها لبيتها؟ هيك قلتها؟ إيه. تعا يا بي. مور يا بي. تأمر يا بي. أبو شومان أمشي معي. إيه عمي خيرو، شلون صار شاهير؟ لا الحمد لله، أبو صفوان عم بيقول إنه بسيطة، بس يعني لازم ينام له كم يوم لحتى يرجع الجرح يختم من أول وجديد. إن شاء الله الله بيعافيه وبيقويه. أبو أدهم برضاي عليك توزع لي رجال منيح. عم يقول لي أعلي إنه الجماعة فاير دمهم وممكن يجوا بأي لحظة لهون. لا يا مختار، الرجال اللي فيهم يجي ويأرجينا حاله. ماشي، الله يقويك يا أبو محمد. على كل حال ديروا بالكم منيح، أنا واصل على الكراكون شوف الباش شاويش مشان يكتر الحراسة شوي بالحارة. مختار،
رأيي على حارتي هو. ليه بقى؟ أنا ما بيهون علي علقوا الحارتين من تحت رأسي، يمكن الشغلة ما تنتهي على خير ويصير فيها قتلة. هدول أولاد حماي وأنا بعرف أتفاهم معهم، خليني روح واللي بدهم إياه يساووا فيني. باطل على الحكي يا ودهم، نحن لبعض ما بنتخلى عنك أبدا. والله يا حضرة الباشاويش، أنا شايف إنه بده تصير علقة كبيرة بالحارة. يا لطيف يا لطيف برجي صباي، أنت في عندك معلومات مؤكدات عن مشكلات هارة أياش مع هارة كوم؟ اي والله يا حضرة الباشاويش، أنا عندي معلومات أكيدة إنه أهل حارة الكوم ناويين على الشر، ويا خوف قلبها، يا خوف قلبي الحارة تولع نار. أمان يا ربي أمان، أمان يا ربي أمان. اسمع برنجي صباي، لازم إغلاق أبواب كاركون، هذا أهل حارات عقل يك عدب سيس، نحن كله بيموت كله بيموت. استعدادات صباي، استعدادات، اللهم أذكر لري، الله أكبر. وين الباشاويش؟ هذه يمكن صوت أبو الضاح يا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف خاينجا؟ ونار وشعلت بين الحارتين، الله يستر. والله إذا أبو قاعود بيموت لحتى الدم يصير للركب. والله شغلة مو قليلة، مو قليلة بنوب. يا أخي هدول بيت العياش كل عمرهم منحوسين ومشكلجية. يا أبي أبو أدهم بريء. وشو عرفك إنه بريء؟ مبين أشكره يا أبي، الزلمة كان رح يزعل أعله لما شاف أبو قاعود بهالمنظر. عتمة ودليلة الله يا جماعة، لا تحطوا حدا بزمتكم. سميحة مور ابن عمي، حطي لي لقمة أكل لحتى أكلها وطلعي الطبنجة من الصندوق. يا ليش الطبنجة؟ يا أبو بدنا نحرس الحارة، بركي هجموا علينا هيك فجأة. وأنا رح آخذ سكينة من المطبخ وروح معه. أنت عود وريح لي حالك. أيوة لكن يا عمي، بيت العياش بيشعلوا الحريقة وأهل الحارة بيتسلطوا فيها. يا أبي أبو أدهم ما كان هاين عليه إنه يعلق الحارتين ببعضهم من تحت رأسه، وكان بده يروح لحاله على حارة الكوم مشان يعملوا فيه شو ما بدهم ليجنب الحارتين من المشاكل والمصايب، بس عمي أبو وضاح ما وافق ورجع الحارة ما خلوا يروح. شو في مختار أفندم؟ كراكون في واحد برنجي الصباي وفي 10 نفر صباي، بس هارة أياش في 100 نفر، هارة كوم في 100 نفر. شو بيساوي 10 صباي نفر مع تنين حارات كل واحد بيه نفر؟ أمان يا ربي أمان. معك حق، لكن ليش عم ديني كراكون وكل أول شهر عم تاخدوا كراكون؟ هذا في مخاطرات أكيد، مخاطرات. هذا سباي كله بيموت أكيد، كله بيموت. هذا واحد نفر سباي حرام يموت، حرام بيموت. هذا الذنب يوك. إيه والله يوك. يلا بزارة. شرف عليكم. على بزارة. سلام. سلام. على بزارة. الله ما وين كان مطرح. أنا بحاجة تبكي من شانك ومن شان هالطفل يلي ببطني. أوه يا خالتي يا شو ذنب البنتين يا الله، شو ذنب البنتين؟ هدول سمعنا يبتوا كل ليلة بلحضني بموتوا طيه يا خالتي، والله بموتوا طيه. إلهي إلهي يكتم أولادك يا ابن الحرام، الله يبعث لك همة تطلع روحك يا رب. آمين آمين يا رب العالمين، الله يسمع من تمك يا أختي. إلهي إلهي وانت جاي أطعوك شفة شفة يا ابن عياش. لك بس من شاء الله انت وياها بس. شو يا خانم ما تكوني زعلتي عليه؟ مالك شايفة أخوك ملات هالفرشة؟ والله بيعلم إذا بيعيش ولا بيروح فيها. اتركيها يا أختي اتركيها، أصلا هي طول عمرها ما بتحبهم لأخواتها. إلهي اصطفل فيكن يا نسوان أخوات، إلهي اصطفل فيكن يا رب، إن شاء الله بموتوا مرتاح من هالعيشة يا رب. ابن ناعس إنا جهنم. أنت ما بتفهم ولا؟ عم يقول لك انقلع من هون يعني بتنقلع من هون. نزل يدك أحسن ما أطلع لك إياها، ما بيقطع لي إياها إلا اللي خلاني. نزل يدك أحسن ما أطلع لك. شمال عندك عندك. نسيت انه جابر ابن حماي؟ نحن اهل وراك عندي يدرات على هون. يا عيب الشوم، ليش انت بتعرف العيب؟ شو ابو دياب؟ قل لي مين فينا اللي لازم يحلق شواربه؟
أنا ما رح أخليك تحلي شواربك، بس بدي إياك مثل أبو قاعود الله يعافيه. شلون يعني؟ يعني تتروى وما تتسرع وتفكر منيح. العقيد أبو أدهم حط علينا وحدة لما سلمنا فتحي، مشان هيك قلنا لك بعت له حرمته وانت مرضيت. قلت هذا المختار أبو فتحي عم بيقول هذا الكلام مشان ابنه، واخدت رجالك ورحت لحارة عياش من جونك بدون ما تجيب لي سيرة. صار هالشي ولا ما صار؟ صحيح صار، بس كان دمنا فاير وطايش حجرنا. قلت لي مستكرين رجال منشان يحموه، وطلع كلامك مو صحيح. صار هالشي ولا ما صار؟ بلا صار. ايه سيدي، قدريت مين هدول الرجال وشو جايين يساووا بحارة عياش وشو قالن أبو وضاح وأبو أدهان؟ قدريت. يعني لو ما رجعتوا ضليتوا هاجمين على حارة عياش، ما كانوا أكلوكم بلا ملح؟ فشروا. لا سيدي ما فشروا، كتر خيره أبو وضاح اللي ما هان عليه فينا وما خلاهم يتدخلوا بيناتنا. أنا بغطش يا جماعة. شايفك يا مختار مستصغر رجال حارتك وبضاياتك، هذا بدل ما توقف معنا وتساندنا. أنا ذاتاً كلها قصة مالي مقتنع فيها من أصلا. ألا معقول أبو أدهم يضمر الشر لأبو قاعود؟ أبو أدهم ما عنده هيك شي بنوب، وأنا بحلف عنه. ذاتاً اللي عمل الشغلة بده يرمي الفتنة بين الحارتين، وبكرة رب العالمين إلا ما يظهر الحق. وبتقول أبو فتحي قال أبو أدهم يا جماعة ناويلنا الشر من شان ورثة حرمته، نحن منعرفه منيح، أنتم ما بتعرفوه. أبو أدهم أكبر بكتير من هيك. بس كلامك كان غير هيك يا مختار لما صارت المشكلة. شو عدا ما بدأ؟ يا أهل الحارة، يا بضايات الحارة، يلي عنده سيف أو خنجر أو طبنجة يطلعون يروح على مكتب قاعود. يا أهل الحارة، يلي عنده سيف أو طبنجة يطلعون يروح على مكتب قاعود. الله يخزيك يا ابليس اللعين، خلينا بطريقنا نعدي نجيب اخونا الكوري. يلا سيدي يلا، عجل قبل ما هالجهال يعملوا لنا مصيبه. يلا تفضل تفضل. اسمعوني يا شان، اليوم ما رح نطلع من حاله عياش لحتى نجيب راس عقيدنا ابو ادهم لهون. عيونك بعد يا جابر. هذا مو صوت اخوك جابر؟ ايه والله يمكن. شو عم تخطط انت واخواتك من ورانا؟ بس هلا كنا عم نحكي. الله وكيلك مختار ما عندي خبر بشي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا وشرفوا. ولا بطيات، يلا عند سكين، يلا عند سكين. حتى نجيب راس عقيدنا أبو أدهم لهون. عفاف اختي. عفاف. يعني طلع صاحب البستان غير الرجال اللي اجى على الميدان واتهم أبو أدهم؟ اي نعم. يا مختار لازم نكون واعيين أكثر من هيك. في طرف تاني بده يشعل النار بين الحارتين، بس مين هو وشو مصلحته ما حدا عارف. سامع يا ابو دياب، معناتها صبركم ابو ادهم بريء. مين ابو ادهم؟ يا سيدي انا بحلف عنه انه بريء منها براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. شو ابو دياب؟ اسمعوا يا جماعة، انا كل هالحكي هاد مو خارط بمشطي بنوب. شو عرفنا ما يكون أبو أدهم نفسه هو اللي مدبر القصة هاي كلها من أساسها؟ يشرف ابن العياش ويجبنا الرجال يلي إجا على الميدان واتهمه حتى نسمع من تم براته. هذا أول شيء. وتاني شيء، أخي العقيد أبو قاعود لساته غايب عن الوعي، يعني ما في مجال للحكي بالصلحة بنوب هيك لحتى يصحى. ساعتها هو صاحب الأمر والشور، بس لا سمح الله لا سمح الله إذا بيصر له شيء أخي وما بيجيب الرجال لحتى يشهد ويثبت براءته، علي الحلال علي الحلال، لا أحرق حارة عياش من أولها لآخرها. شو الحكي عم تحكي يا ابني؟ هذا الرجال زلمة سرسري، بجوز يكون فراري مطارد. بعدين منين بدي أجيب لك يا مختار؟ بمعيت الله ومعيتكم هدينا هالشباب اللي برا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا أبو دياب نحن جاهزين. لوين عمي؟ بدنا نهجم على حارة عياش. اتفضل ارتاح عمي عود. عود عمي عود. حسبي الله ونعم الوكيل. هيا عدنا. ومين قالكم تهجموا على حارة عياش؟ أنا قلت شنو هلأ كنت بحارة عياش
وهجموا علي ابو ادهم وجماعته وتكاتروا علي وشلحوا لي الشبريه. شو؟ فو عليك شبنا اخي شبنا. عم اقول لك تكاتروا علي. سمعتوا؟ سمعتوا يا جماعه؟ تكاتروا علي الانتقال. انا برجيهم. طولوا بالكم يا جماعه. تركني تركني مختار، انا ما اعرف شغلي معهم. عود ابو دياب، قلت لك عود. ماشي الحال. وشو اخذك لحاره عياش؟ هيك تحدي. ومين كان معك؟ كان معي واحد من قبضايات الحاره. وشو يلي صار؟ احكي له. شو لك حاجتك شرب؟ صار لك من الصبح عم تتزهرم. بدي ضلني عم بتزهرم لحتى موت وارتاح بقى. اضرب هالعيشه تضرب. موت وريحنا منها. حموت. مرحبا يا عم. اهلا. دخيل عينك بيت الشيخ صالح وين؟ شايف الدخله؟ ايه. ثاني باب على اليمين. كتر خيرك. خير الله يا اخي. شو اللي عيشك؟ احكي. ارواح. بموت حتى موت كل اللي وقف الطريق. انت سمعت ارواح؟ هلا بدي اشوف اذا كنت سمعت ارواح. لا دخيلك يا ابن عمي، دخيلك انا بحضنك. هلا صرت ابن عمك ولا؟ معناتها انت اللي فت على بيتي بغيابي. شلون تجرأت وفت على بيتي؟ الشيطان يا ابن عمي، الشيطان لعب لي بعقلي. بس الله وكيلك ما لمسته، وحياة الله ما لمسته. حتى سألها. عن مين عم تحكي؟ مين اللي بدي اسألها؟ حرمتك. شو دخل حرمتي بالقصة؟ ما دخلها؟ ما دخلها؟ ايوه، معناتها انت اللي فت على غرفتي مو شاهير. الله وكيلك شاهير. كمان عم تكذب، شو عرفك انه شاهير؟ انا متأكد انه شاهير. احكي! احكي ولا بشغلك. احكي! اكيد انا اللي بدي على بيتك. بس يشهد علي الله انه ما لمست لحرمتك. يا ابن الحرام، وواهي وينهم؟ بالصندوق فوق بالغرفة. قوم! قوم! انا بعطلك يا عدي. بعطلك يا عدي. قوم! وين الواهي ده؟ هو بالصندوق. بعد هيك! مين الذهبات هدول ولا؟ هدول ذهبات ابو نجيب، فوق الذهبات اللي سرقته من بيتك. يا ابن الحرام، بسيطة، رح جيبك لما هربت. يا رجال، لازم تعرفوا ان عقيدكم ابو قعود اعطاكم عمره. بس انا واخي جابر واخي جواد حلفنا يمين ما ندفنه قبل ما ناخذ بتاره وندبح غريمه. فشو قلتوا؟ الله محيي رجال. الله محيي رجال. الله محيي رجال. الله محيي رجال. ما رح نضل حتى يصيروا اهل حارة عياش دمايح تحت رجلينا. اي والله. لعيونك يا اخي ابو قعود. الله لعيونك ابو قعود. لعيونك يا ابو قعود. الله محيي رجال. اي والله استعجلت على ساعتك يا عقل. لازم هلا تموت قبل ما تفوت على بيتك، وقبل ما تحكي اللي صار لحدا من اهل الحاره. خصص هالكلب شاهير. عطيني والزيتونه، عطيني والزيتونه. بس يخلص دور نجاح امي.
يا امو برضاي عليك بلا هالحركات انت لسه جرحك ما طاب منيح. عوفت. لا تخافي يا امو، لا تخافي يا امو، ان شاء الله بشوفك عم بتلعب اولادك قبل ما اموت. عيد الشر عنك يا امو، ان شاء الله بتشوفيهم وبتجوزيهم كمان. يا حسرتي، راح اعيش لهديك الايام. ان شاء الله يا امو، ان شاء الله بتعيشي لهديك الايام واكثر. تقبرني يا امو. بكره في صيام ولا لا؟ والله ما بعرف يا امو، بس هلا ما سمعنا صوت المدفع. تعي يلا صبوح، تعي. يا سواد وشي منك يا شاهر، لك طالما انك بريء من العمل ليش ما حكيت؟ لك ليش؟ والله شهامتك ما شفتها عند رجال بحياتي. الحمد لله، الحمد لله لرب العالمين ردك وما متت من هالضربه. الحمد لله اللي كشف الحقيقه بهالليله الفضيله. اخ يا ابن عمي، باي وش بدي ابلك هلا؟ ان شاء الله حدا يقول لي نحن جوا في اللي عم نساويه. جاهزين يا رجال؟ جاهزين. قولوا الله. قولوا الله. يا جماعه وحدوا الله. لا اله الا الله. محمد رسول الله. هلا منروح منصلي صلاه العشاء والتراويح، وبعدين مناخد المرحوم ومنواريه تراب، لانه اكرام الميت دفنه. بس نحن حالفين يمين يا مختار. يمينك بينفدى يا ابو دياب، لانه الدين يسر. بعدين لا تنسى انه نحن فتنا بالشهر الفضيل. ما بيجوز يا ابو دياب، ما بيجوز. معلش مختار، من بعد اذنك، نحن اللي انجرحنا ونحن اللي انكوينا، ونارنا ما رح تنطفي لحتى ناخذ دارنا بايدنا، واليوم عمل بكره. يلا يا رجال. يلا 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 يلا. بتقله لابو فارس الزلمه اللي عندك اتركوه. عبيد، في مجال ما تبعتني على المشوار؟ خايف؟ لا بس واجعني سني. صبحي قول عنده رقد قبل ما يسكر. يلا عيونك. اي بتاخد رجالك بتروح من ناح بيت ابو عبدو نويلاتي، وين ما شفت ابو ادهم او ابن عمه بتذبحه. فهمت؟ فهمت. وبتلتقى انت وجواد ورجاله قدام بيت ابو صفوان الحلاق. صار. قول يلا الله. رجال يلا. وانتو يا رجال تروحوا مع جواد، وبتلتقوا مع جابر ورجاله قدام بيت ابو صفوان الحلاق. وانا رايح دغري على بيت ابو ادهم. يلا يا رجال. يلا يا رجال. يا اهل الحاره يا اهل الحاره، العقيد ابو ادهم انهار. يا اهل الحاره يا اهل الحاره، العقيد أبو أدهم الأنهار. سلامة قولا من رب الرحيم. العقيد أبو أدهم الأنهار. يلا يا جماعة يلا. يلا يلا يلا. العقيد أبو أدهم يا ناس نسال. العقيد أبو أدهم يا ناس نسال. عفارم عليك يا جابر، أنت ورجال الحارة. والله بيضت وشي ورفعت رأسي قدام الناس، بس أخ أخ كان مرادي أذبحه بإيدي أنا.
حان وصلنا يا رجال. امشوا نطالع ابو قعود. والله ما رحت رخيص يا ابو قعود. يلا يا رجال. شو يا ابو صفوان طمنا؟ إن لله وإنا إليه راجعون. العمر لكم يا رجال. يا حويدك يا عقيل. وري يا رجال على حارة الكوم. يلا. استنوا يا رجال. استهدوا بالله وطولوا بالكم. يمكن الجماعة بده يطالعوا جنازة أبو قعود. أجلوها لبكرة. ليش أبو قعود ما؟ الصباح. ليش ما طالعوا لهلا؟ أجلوا الطلعة ليعملوا عملتهم. عم يا بضاح هلا شفتهم، كانوا ملتمين ومسلحين ونفدوا من قدام بيتنا. هيك لك قال. لعيونك يا عقيد يشهد علي ربي، دماتك بتاخدهم من شواربي. هاتوا السلاح. عيونك يا بي. عيونك يا بي. أجروا يا جماعة، خلونا نفوت مرحوم لبيته. لا شيخي، مرحوم ما بيطلع غير من بيتي. لك عقيد، لك وين تركتم لحطك عقيد؟ يا باطل يا عقيد، يا ريتوا قتلوني قريب لا قتلوك. والله لا أشرب من دمهم، والله. يلا يا جماعة، يلا خلونا نفوت مرحوم لجوا. أجوا. لا إله إلا الله. الله محيي الرجال. بدي أعرف بس مين يلي أخذ بتارنا وغسل عارنا لحتى بوسه من شواربه. مين قتلوا يا جابر؟ نحن ما قتلنا حدا عقيد. مو انتو؟ مين لك؟ بلكي جواد ورجاله. لك الله محيي جواد ورجاله. لك عملتوا يلي كان بنفسي اعمله من زمان. بس قلولي مين يلي قتلوا حتى بوسه من شواربه؟ لك شو بكم ساكتين؟ لك ارفعوا راسكم لفوق وصيحوا بأعلى صوتكم وقولوا نحن اللي قتلنا عقيد حارة عياش. اخي نحن ما قتلنا لابونا، نحن فكرنا انتو اللي قتلتوه. ما قتلتوه؟ لك مين قتلوه؟ يعني ما صار الا وقتلتوه؟ ما يجينا من العوائب. مختار نحن ما قتلنا حدا. جابر! لا يا مختار، نحن اللي قتلناه. مين بده يكون قتله يعني؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يلا يا جماعة، المرحوم صار جاهز، خلينا نروح لندفن. يلا. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصبح كان ماشي على إجريه وعين الله حوله. سمونا الفاتحة على روحه. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين يا رب العالمين. الله يرحمك يا أبو غدر، ويجعلنا سواك الجنة. بكل أجر كتاب، سبحان الحي الذي لا يموت. واو يا رجال،
روحوا جيبوا التابوت لهون. إذا كانوا هن أبضايات وسكرتاوية يجوا ياخذوا تابوت أخوهم. يلا مختار، بترجاك يا مختار. هذا الحكي بيناتنا يا فتحي. موجه عليك الله ومحمد رسول الله. لا إله إلا الله، اللهم صلي على الحبيب. شو بدك؟ كرمال خاطري يا مختار، كرمال العشرة اللي بين وبينك، كرمال الخبز والملح. موجه عليك الله ومحمد رسول الله وكل الأولياء الصالحين. لا إله إلا الله، اللي من الآخر شو بدك؟ خلينا ندفن المرحوم ونواري ترابه، هالمسكين ماله زم. عليم الله ماله زم. إكرام الميت دفنه يا مختار، وهذا الرجل ما بستحق منكم إلا الإكرام. مظبوط، بس إخواته الكلاب هن السبب. يا أبو وضاح، خود مني ولا تصدق، جماعتنا مو هن اللي قتلوا أبو أدهم. شو عم تحكي يا فتحي؟ ولسه الأيام تثبت لك كلامي. مشان كرامتكن وكرامة الميت رح نخليكن تاخدوه، بس إلا ما نلتقى مرة تانية يا مختار. خدوه. يلا يا رجال عياش. يلا تفضلوا. لا تنسى يا مختار إنه نحن في الشهر الفضيل. بارك عليكم الشهر. يا عباد الله، وحدوا الله، فاز ونجا من وحد الله. قولي على آمتي، ويلي جوزي، ويلي بناتي، ويلي أخي كمان. يا رب يا رب بدخيلك يا رب. عم تبكي عليه مو هيك؟ إن شاء الله تركوني بحالي، إن شاء الله. عم تبكي على الواطي موين؟ تركيها أختي تركيها، الله يستفل فيكي يا رب. عم تبكي على الواطي ورسي على أخوكي ما؟ لك بس بس أنت وياها بس بس إن شاء الله بس. يا صياح يا صياح. لا ما شو القصة؟ باب زقاق مفتوح، باب الأوضة كمان مفتوح. شو صاير؟ لا يا أبو شرار، يا أبو شرار. لا ما لك شو صاير؟ يا صياح صياح. والصندوق كمان مفتوح وما في شيء، أبو شرار مو مبين؟ أكيد أبو شرار ضارب له شي ضربة محرزة وأخذ أغراضه ويا فكيك. ليش؟ واضحة، مشان ما يعطينا شي. شو عم تقول أبو ضاي؟ أبو شرار؟ أهلين أهلين عقيد. لا 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 أبو، ولا شي ولا شي. يلا علي، وين كنت اليوم من العصر؟ كنت بالغوطة، كنت عم زبط قرنة جديدة. بعدين أنت انت شلون هيك تارك الابواب مفتوحه والصندوق مفتوح وما في شيء؟ شبك عقيد، شايفك هيك كانك ما على بعضك. علقت مع واحد عقيد مشان الغمد تبع السيف. انا لازمني مصاري وبعته. شو عم تقول؟ بعته؟ ايه بعته. لك انت بتعرف قيمته لحتى تبيعه؟ يعني شو القصه يعني عقيد؟ كله على بعضه غمد نحاس، يعني لا راح ولا اجى. روح من وشي احسن ما لحقك فيها. بمين تلحقني عقيد؟ بالغمد. لك انا بدون مولاك. يلا من هون. لك روح حل عنا يا لك عوض.
صياح؟ طول بالك صياح. رجعنا رجع. والله انا خايفه ليقوم يرد يفتح جرحك. لا تخافي اختي لا تخافي. يا مو لا تنسى تقرا ايه الكرسي قبل ما ترفع الحجر. ان شاء الله يا مو، بس انت دعي لي. تقبرني الله يقويك ويحميك يا رب ويكون معك. يلا الله يقويك الله يرضى عليك الله ينصرك الله والنبي مع ربي وملائكته يساعدوك بحمله. لسه ما بيان. شو مختار تأخر شاعر ما هيك؟ كلتا خيرة وفيها خيرة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. جوز لقى حاله مو قد الحمل قام فركها. أخي شاعر قد وقدود، بس إذا كنت أنت أبو ضايت تعال حمله لشوف. بس خالي بس الله يرضى عليك. إجا شاعر يا شباب. آه إجا إجا. حيوة فهد يا فهد. عن إذنك مختار. إذنك معك خالي شاهير. الله يقويك ويشد أزرك. الفاتحة على روح العقيد عياش وروح المرحوم أبو أدهم وروح كل العقدة. صاب زيدي شاهير بده يرفع حجر عياش. خير ان شاء الله. اي زادر يزحزحه. الله حيو فهد. الله يشيل معه والله رجال الظهر رجال. حيو شاهير فهد. حيو الله حيو فهد. حي بال فهد. الله حيو. صلوا على النبي يا جماعه صلوا على النبي صلوا على النبي. الله يقويك حيو فهد. اليوم طالع انت عقيد حارة عياش. الله حيو عقيد الحارة وشبابها تحت امره. ما بدنا زلغيت يا جماعة. ما حدا يزلغت يا حريم. مبروك عقيد مبروك. وين سلاحات العقيد؟ مالي شايفهم. ولا عقيد بدون سلاحات؟ خلصنا يا ري خلصنا بلا كتر الحكي. مين هدول يا بي؟ هدول كانوا عسكر مطاردين. ومين بيسترجي طاردون؟ الله يريحنا منهم بقى. آمين يا بي. آمين يا رب. اللي ضايع عليك يا ابني، اختك ما لها ذنب.
لك والله لا اذبحها واشرب من دمها، ولا بدك الناس تحكي علينا شراوي غراوي وتجيب معدلها يا بي؟ يا ويلي على نصيحة، يا ويلي يا ربي دخيلك. لك شو ذنبها المسكينة، شو ذنبها؟ ولك والله يا بتبحها يا بتبحها لجوا. طول بالك يا بي. نوري يا نوري، لك نوري ولك نوري نوري. جيت بوقتك يا مختار. هات الشبرية. بس يا معلمي. هات الشبرية. خير شو في؟ وضح. خود نوري وسؤول خيل الله يرضى عليك. تأمر يا بي. دخيلك يا معلمي، خلصنا من هالمصيبة، مصيبة حلت علينا. الله يرضى عليك يا ابن نوري، روق واحكي لي القصة، فهمني شو في. يلا تقبرني فوت. مين هي؟ هي نبيها. مين نبيها؟ نبيها مرتي على سنة الله ورسوله. ليش تتجوزها إذا بدك تتجوز عليها؟ ليش؟ يا ترى أنا غلطت بجوازة وضاح ولا ساويت اللي كان لازم يتساوى؟ والله ما كان قدامي غير الحل. سامحني يا ابني، سامحني. ديبو. أمور مختار. الله يرضى عليك، أنا رايح على الجامعة، دير بالك على المضافة. أمور مختار. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت فنان وضع خشاب؟ اي نعم. انت مطلوب اخذ عسكر، متخلف عسكريه كمان، بشرف معي. شو متخلف ما بتخلف؟ انا مبروح عسكريه لك عمي، انا وحيد. انت بكذب كمان؟ هاتوا. لك لا حدا يمد ايده، اكيد في غلط يا شباب. انا مبروح عسكريه، لو بروح عسكريه دفعت بدل. امشي لك، بشرف معي. طب طول بالك لغير ثيابي. بشرف معي. ولي انا عمتي اخذوك. ولي انا عمتي اخذوك. شو بقول لمعلم وضح؟ فكر روحي من وجهي. روحي من وشي، من يوم ما شفناك شفنا غير المصايب. ولي انا عمتي اخذوه، اخذوه الله ياخذوك. وينك يا عمي ابو وضاح؟ وينك يا عمتي؟ خلاص إلا من لاقي طريقة إن شاء الله. عن إذنكم. عملها ابن العياش وفسد علينا. يا لأمتي. هاتي الفردان لك. اسمعي لك، بتقربي من الباب وبتقولي مين. وإذا حدا سألك عني قولي له مو هون. أنا أشوف.
تفتحي. شو جابر عنا؟ وشو بدها؟ شو بعرفني؟ اسمع لليك اللي لأنه أكيد ابنها بعتها لحتى تشمشم له أخبارنا. خلص خلص بالله بالحسنة، لأنه هلأ بتزعل، بيكون ابنها ما بده يفسد علينا، بس بده يفسد علينا. روح أنت اللي عم تشوفك، روح. شوفي يا أهلين وسهلين. يا أهلين وسهلين، تفضلي. هلأ مو وقت الأهلين والسهلين أم خيرو، بدي إياكي. خير؟ في شي؟ في شغلة ضرورية جاي من شانها. إيه تفضلي تفضلي لجوا على المضافة، تفضلي. أهلين خالي بشاهر. أهلين حبيبتي. تفضلي. أبو خيرو قرب شوي لقلبك. خير شوفي مشاهر عاوزتك بشغلة. لك ما قلت لك إنك تقلعيها؟ إذا كانت جاي مشان هديك القصة قلي لها ما في عنا بنات للجواز، ما في نصيب، خليها تحل عنا بقى. لك المخلوقة بدها إياك مشان الجماعة اللي عندك. شو؟ إيه مشان هيك روح شوف شو بدها. قلي لها خليها تحط على رأسها. يلا يا رب يوافق. يا رب. من وهذا بده يوافق؟ هذا أخي مسلم. كنت عم أقول يا بي إنه يا رب يوافق روح يجيب لي بزر من الدكان. أيوة يجيب لك بزر. عمي يلا. بيقول لك شاهر خذ هالملايتين وبس تليل الدنيا خليهم يلبسون، وبس يدق عليكم الباب بيطلعوا وبيمشوا معه على بنا انهم امه واخته، وهيك ما حدا بيشك بنوب. وهلا وينه شاهر؟ يقبر قلبي ان شاء الله. والله خايف عليك يا اخي ابو خيره، رايح جاي بهالحاره من قدام بيتكم، خايف يصير شيء. الشباب كلهم جاهزين. يلا بخاطركم. خليكي ام شاهر ما شربتي القهوة؟ تقبريني لا يمل مشروبة، هلأ البنات بيستعوقوني. أختي ام شاهر. أمور أخي. سلميني على شاهر ووسيل يا من بين عيون الأصيل. أصيل بيوصل إن شاء الله بيوصل. أنا ظلمتك كتير يا ابن عياش، لك الله محيي أصلك. مين؟ أنا سميحة مرت عمي. إيه تفضلي. مرحبا مرت عمي. أهلين. السلام عليكم. أهلين وسهلين. مسيك الفنيان غيروا لي والبسوا هالملايات. مسيك هاي وحده وهي وحده لك. يلا الله محيي البطن اللي حملك يا شاهر. أكيد أفندم، أنت بيروح بيجي في زقاق، أنت في مشكلات؟ لا ما في مشكلات ولا شيء حضرة البشاويش. نحن عم نحرس الحارة من هدول الفرارية اللي حضرتكم عم تدوروا عليهم، خايفين يأذوا شي حدا من أهل الحارة. تشوكوزال أكيد أفندم، تشوكوزال. احترامات هاشم افندم ناسيسين. يا اهلين وسهلين باشاويش.
تفضل. معلوم هاشم أفندي، معلوم حضرتنا لازم زيارات حضرتكم. يا أهلين وسهلين الباشاويش. هاشم أفندم في أكلات برنجي مزبوط هاشم أفندم، مهاشي، كباب، لحم، هبر هبر. أهلا وسهلا، تفضل. حضرة الباشاويش، نحن إيش كان بدك طابخين أكل كتير طيب، كله لحم بلحم، فإذا بدكم شو بتعشوا عنا؟ لا 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 هاشم أفندم، عنده أكلات تمام قايجة. وازن وازن، بكرة أكيد أفندم، بكرة حضرتنا ممكن زيارات حضرتكم. عمي بخيرو، خذ لنا طريق بمعيتك. يلا عن إذنكم تكي فزارة. أمان يا ربي أمان، هذا طبنجة لمين هاشم أفندم؟ إلي. أمان يا ربي أمان، لا 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 هاشم أفندم، هذا طبنجة مش إليك. يعني إذا مو إلي لمين بده يكون؟ يعني إلي إلي أكيد إلي. هذا طبنجة ممنوعات هاشم أفندم. مزبوط؟ ايه مزبوط، بس يعني انت منا وفينا ولو، واذا عجبتك وبعينك ولو تكرم عينك بتقدر تاخذها. اوه شباش شباش، تشكرات هاشم افندي، تشكرات اداريم. بعد اذنك خيب وخيره، بعد اذنك انا متضايق، بس يعني متضايق شوي، اذا بتريد تاخذ لي طريق بدي فوت على بيت الادب. اي تكرم عينك، تفضل. يلا يلا يلا، تفضل اخي ابو شجعان، تفضل. اسمع خيي ابو خير. خير؟ اني خيي بديش فوت على الحمام. نعم؟ لك لوين رايحين؟ لك يا خيي متى عم قلك لك بديش على قرني. خيي واني جاي لعندك بعيني هذه قشعت للشباب فايتين جوا على البيت. شو؟ ما تخافش خيي. إسا بتحط له سم الهاري لهذا اللي جوا، بتخليه يتحورق وقلعه، وأنا إسا بطلع لبرا بفضي الحارة من العساكر كلها، بدي إياك تطلع الشباب كلهم من الحارة، الحارة كلها شغلي حم يعني يا أبو خيرو، وفيها قطع روسة. أصيل يا أبو شدران أصيل، ربي يقدرني على مكافاتك. لك شو عم بتقول يا زلمة؟ شو عم بتقول إلي؟ ما أني منكن وفيكن، بعدين يا خي الظفر بيطلعش من اللحم. شهم شهم يا أبو شدران، الله محيي البطن اللي حملك. يبعت لي حمى قديش كان مشتهي كحل عيونه بشوفتك. الله ينتقم منك يا شاهي، الله يورجيني فيك يوم، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. الله يحرق قلبك مثل ما حرقت قلبي. تفضل عمي شاير، تفضل. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام، الله معك، مع السلامة. راحوا؟ ايه الله يستر عليهم ويحميهم. شاهر راح معهم؟ ايه. شفت شلون يا رجال؟ الناس لبعضها والضفر ما بيطلع من اللحم. صحيح. مين؟ أنا افتحوا لي. إيه هذا خير وإجا من الدكانة. فوت يا مخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا أبي؟ الله يسلمك. فوت ارتاح جوا، فوت. إلي الشرف أقدم لك هذا السيف والترس. تعلقوا نوم بالمضافة على بين ما الله يفرج عليك وتستلم سيف عياش وترسه. يا عيب شوم منك، ما بدنا غير سلامتك عمي. امسيك لك ابني امسيك، انت رجال ابن رجال، والسيف والترس احلى هديه للقبضايات. القبضاي لحاله هو اللي بيعرف قيمتهم وبيعرف شلون يحافظ عليهم. امسيك. نحن من بعدك عمي بخيره، بس اوعى تفكر انه السيف هو اللي بيحمي القبضاي. يا ما في حريمات انقتلوا بسيوفهم. اي والله هذا الحكي معدل. شرف عم بخير وشرف استريح. قبل ما اعود
أنا حابب أقدم لك المحرمة، هدية من رجال لرجال. هاي المحرمة طرزت لي إياها بنتي سعاد، الله يستر عليها وعلى حريمات الجميع. يسلم ايديك عمي بخيرو، علم الله أني أنا صرت عم أتعلم الرجولية منك. اللي شفته منك هذاك اليوم بيرفع الرأس. سرك كبير عمي وأنا بفديك بروحي. لك تسلم لي روحك يا فضائي. شرف يا شرف. يلا والله يا شباب سمعت لكم سمع ما بسر الخاطر بنوم. خير شو سمعت؟ سمعت انه بدهن ينقلوا الالاي تبعنا على بلاد تركيا وجيبوا بداله الالاي من هنيك. وليش بقى؟ بتعرفوا يا شباب انه كل الالاي عنا من العرب وهن ما بيثقوا فينا ولا بيأمنونا، وخايفين من الشريف حسين يتصل مع الانجليز ويتفق معهم، ساعتها كل العسكر رح يهربوا وينضموا لجيش الشريف حسين. ما سمعتوا الانباشي سعيد عم يقول انه في كتير ضباط وعساكر هربوا من الجيش؟ وامتى رح يسفرونا يا ترى؟ الله يمكن عن قريب. ترى الأيام رح تجمعني بأهلي ورويدة ولا خلاص راح اللي راح. اسمع خلاص يا جماعة والله عيب عليكم عيب عليكم عيب عليكم والله والله لا طالع عليك فرقت بالآن كله اللي جيت تبقيك على أيام ابنك وأخوك يا أبو قاعود. شو هاد؟ ايش عم تتخانقوا؟ بعدوا عم بعضكم هيك؟ اختك ما عاد استحيت، فوق ما عم نخدمها وبتحملينا عم تتأمر علينا الخانم. أنا بتأمر عليك يا كذابة؟ ها؟ شفت لسانة ما أطوله؟ بس عفاف عيب. أخي هاي مرتك خليها تحكي، خليها تقلك على مين الحق، علي ولا على أم قاعود؟ على مين الحق يا أم دياب؟ والله يا ابن عمي أنا ما بعرف شو بدي أقلك. أنا قلت لها لأختي يعني أم قاعود أنه تطول بالها شوي على عفاف، لأنه عفاف ضاجع على فراق ولادها وخصوصي بعد ما ترملت. بس أختي الله يصلحها يعني ما عم تتحمل. مالي مجبورة أتحملها. أخي الله وكيلك، والله ما حاكيت شيء، وحياتي اللي طعمني ولادي ما حاكيت شيء. يعني التنتين كذابين وانت صادقة؟ أم دياب. نعم ابن عمي. حقيني لفوق. أمرك. عقيد أفاد فوت أبو شمام فوت. بابا خلينا نروح على الصبح. هذا شغله ابو شومان، شو جابه بالله؟ لك شو بعرف نصبر شوي. هلا ابو شومان. هلا فهد. شريف. شباب تسمع شو في؟ صوت هركشه. مظبوط. يلا امشي دوبنا نلحق صلاة الصبح. يلا. مظبوط انا بسبع ارواح. وشبنا عبود جاي تقتلني يا واطي. انا جاي اخذ حقي. لك انا حق هاد حق ابي اللي اكلتوه علي. لك كم مرة صرنا قايلين لك انه ابوك اجى اخذ حقه على دوز بارا، بعدين ايش كان مفتكر لك عندي حق تجي بدك تقتلني؟ لك انا رح بمروا لك. ما لحقته عقيد. تحسين؟ منو هاد اللي كان معك ولا؟ هذا رفيقي. رفيقك؟ شايف شواربك هدول؟ والله لخلي الشباب ينتفوا لك اياهم شعره شعره. صبحي! مور عقيد! جيب لي حبل ماكين! بعيونك عقيد! بخيرك يا ابن عمي. دخيلك الشيطان لعب بعقلي. انا بعرضك مشان الله سامحني. يا ابن عمك ما هيك؟ هلا تذكرت انه لك ابن عم وعم تطلب منه السماح؟ لك اشكال انا سامحتك. اهل الناس اللي حرقتهم راح يسامحوك؟ على كل حال انا راح اتركك هون للصبح.
يجوا هن بياخذوا تارهم منك يا كلب. امشي. شو عامل انا؟ امشي. اكيد انا بحاره عياش. لا انا بحاره البحرة. بحاره البحرة؟ شو جاي عم تساوي هون؟ تكون عم تصرف. لا مرتي عم تخلف وجاي اجيب لها الداية من هون. شو كفرنا؟ ايوه يعني بحارة البحرة ما في داية؟ طلع فيني لشوف. والله لوشمان وغريب علي. لك انا ويش شايفك؟ لك تطلع فيني منيح معلم. هلا تذكرتوا هاد اللي اجى على ميدان الخيل واتوقع العقيد بقعودنا على الفرس. لك ايه والله. لك هذا مو انت ولا اللي اجيت لهنيك يومها؟ يعني ميدان خيل واني ابقى عود وكل الله. لكن بلا تذكرتك انت يوم ما اجيت وقلت انك انت صاحب البستان يلي جنب ميدان الخيل وحكيت كلمتين مع ابو ادهم قدامنا. مين اللي كان بعتك ولا؟ والله يا ابو ضاي ما بعرف. ما بعرفهم اللي بعتوني. ايوه يعني هذا انت بذاتك. ايه انا. ما بتعرفهم ما هيك؟ لا شحطوا لي اياه على البايكي وواحد منكم يروح ينادي له لابو دياب يلحقنا لهنيك. شحطوه. ما كان العشب فيك هيك يا ابن عمي. الدم ما بصير مي. كلمة ابن عمي ما عاد بتقولها بنوب. تفهموا لا؟ انت ما دريت انه العقيد ابو ادهم انقتل؟ شو؟ ابو ادهم انقتل؟ ابن عمي انقتل؟ لك يا الله بوس ايدك. بوس ايدك يا عقيد. فكني اللي اروح اخذ بتارو وبعدين اعمل فيه شو ما بدك. لك انت من مين اخذ بتارو لا؟ من اللي قتله؟ ليش انت بتعرف مين اللي قتله؟ لا ما بعرف. ليش انتم ما بتعرفوا مين قتله؟ امشي يا وشو امشي. شرف صحيح مور عقيد. خلوا عينكم علي. لا يورف عقيد. وشو ناوي تساوي بهالواطي عقيد؟ تحسين لازم يموت. بس هذا مهما صار بيضل ابن عمك. شايف ايدي هي لك وشو؟ ايه. ورحمة ابو ادهم تحت التراب، إذا عابت لقطعها وزتها للكلاب. شو فكر أنت لكان؟ بعدين أنا اللي بعرفه عن تحسين أنت ما بتعرفه. خلص عقيد، اللي بدك إياه بيصير. أنت شو رأيك باللي عملوه؟ إذا كان بدك رأيي، لازم ينذبح مثل النهجة. مزبوط عم تحكي، وبيني وبينك أنا كنت بدي أخلص عليه من وقت ما مسكناه. بس بنصير سالفة بتم الناس ليوم القيامة. لقيتها كبيرة بحق بيت العياش. هلأ هو مو قتل اثنين بالغوطة وحرقهم من رفقاته؟ بلا وجب بدهم ياخدوا تارهم مني أنا. ايه بعرف. ليش ما تسلمهم يا خليهم هن يذبحوا وياخدوا تارهم منه؟ مو حلو بحقي لك أبو الشوم. مو حلو بحقي يسلموا للغرب يذبحوه. بعدين أنا وعدت المرحوم أبو أدهم أني يذبحوا بإيدي. وشو دخل المرحوم بهالقصة؟ قصة كبيرة أبو الشوم، قصة كبيرة. روح هلا انت ريح ونملك شي ساعتين زمان وتركني ادورها بعالي منيح. لا عقيد، لا يقوم يرجع رفيقه اللي هرب ويجيب حدا معه ويستفردوا فيك. يا ولا يهمك ابو شومان، علي الجيري اش كان بيجي معه 100 واحد انا ماني سائل عنه. انت ما عليك، روح تيسر هلا. تأمر عقيد خاطره. الله معك. صبحي. لك يا جماعه طولوا بالكم، عم قلكم صار لي انا يومين ثلاثه ضعفان ما بعرف شيء. عم قلك وين راح؟ راح الخان. قال في حساب بينه وبين شاهر بده يصفيه. واذا كنت عم تكذب ساعتها سوي فيني اللي بدك اياه. كتفه اخي كتفه لشوف. اذا طلع صادق نرجع منفكه، واذا طلع كذاب رح خليه كتف لحتى يموت. تحسين ابن عمي؟ ايه تحسين ابن عمك. وينه هلا عقيد؟ ملحوظ جوا. بوس رجلك خليك. لا 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 استغفر الله العظيم، وقف على رجليك يا اخي. انا بعت وراك لانه هو ابن عمك مثل ما انا ابن عمي. بعت وراك عشان اخذ رايك. شو تاخذ رايي عقيد؟ معاش اللي بخالفك بالراي. بس انا بدي منك شغله واحده، وبرحمه ابوك لا تخجلني. خير. انا بدي اذبحه بايدي هدول.
خلاص بس انوي يخلص منه، ما في حدا بيذبحه غيرك. منيح منيح، خليني اشوفه وابزق عليه لهالواطي. ماشي، بس مثل ما قلت لك ها. امرك عقيد. يلا. شواربك هدول بدنا نتفلك كاهم شعره شعره يا واطي. لا يا عمار، لا يا ابن عمي، ما حبيت منك النوب. انا ابن عمك الكبير، ما حلو تساوي فيني هيك. لك الله يكبرك، بدك تقتل اخي شاهر لك. يا ويلك مني، يا ويلك مني. لك والله واللي اسمه الله لا خليك تشتهي تموت وترتاح. شو بدك تسوي فيني؟ ايه حقك تعرف ابن العم. اول باشتان بدي اقلع لك جوز عيونك، تاني باشتان بدي اقطع لك ايديك، بدي اقطع لك ايديك اللي حاولت تقتل فيهم اخي شاهر. دخيلك يا ابن عمي، دخيلك يا ابن عمي، برحمة جدك عياش تسامحني. تالت باشتان بعد شي 10 ايام تعرف شو بدي اعمل لك؟ بدي. لا يا ابن عمي، دخيلك بلاها. صبحي نور ابضاي، دور لي على شي بخلص، خليني اقلع له جوز عيونه. لعيونك عبود، روح جيب الكرباج وسلى فيه شوي، شد له. ها أكيد دخيل كورستي أكيد دخل على الله وعليك أكيد سال الله. وأبو أدهم هو يلي كان متفق مع أبو شرار إنه يقوص على المرحوم أبو قعود؟ لا لا مو هو. لكن ليش الوقت يقوص عليه؟ مشان يرمي بلا بين الحارتين. عم تحكي صدق ولا كذب؟ الله وكيلكم عم بحكي صدق. وأبو أدهم مين قتله؟ ما بعرف، أكيد هو. وين منلاقيه هلا؟ راح الخان هو، راح ليقتل شاهر. أنا رحت معه بس كان في واحد مع شاهر، هربت منه وأنا هربان منه ونافب منه، فت على حارتكم لقطوني رجالك وجابوني لهون. دخيل الله، داخل على الله يا أكيد، والله العظيم أنا عم بحكي صدق. فكوا له رجليه ولحقوني فيه. شو بدك تساوي؟ لك شو بدك تساوي؟ انت اخراس؟ شو رايك تفكني؟ بعطيك قد ما بدك ذهب ومصاري. فكني 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 وخذ ذهب مصاري. مصاري كتير كتير. يا واطي اتركه اخي، اتركه خليه يتعذب، لا تريحه. هذا هو غريمنا وغريمكم يا عقيل.
شو بدي لك ابو شومان؟ مر عقيد. بدي منك تاخذ عبود توصله لضيته بمعيتك. لعيونك عقيد. ودر لي بالك عليه منيح الله يرضى عليك. بقلبي بعيوني ان شاء الله. هذا الولد فضل على راسنا، اخذ بيتار المرحوم. بتمرن عند خاله ابو محسن متوصيه فيه. وبتقول له بس نخلص من السيره انا بروح برجعه. انا ما عاد استغني عنه هذا الولد. طلع شهمه وبضاي. وين بيكون هلا؟ بيكون متخبي جوا بشي.